صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم وحلقه جديده وبرنامجكم صباح دريم. النهارده الاربعاء 16 نوفمبر 2016 9 صباحا بتوقيت القاهره. يوم سعيد على الجميع ان شاء الله. النهارده بعد فقرتنا الاخباريه مباشره هنخصص حلقتنا بالكامل عن التعليم الخاص. طبعا ناس كتير قوي كانت بتتكلم في الفتره اللي فاتت عن التعليم الخاص، هل تحولت المدارس الخاصه الى امبراطوريات يحكم فيها اصحاب المدارس بس كيفما شاءوا؟ تقف احيانا وزاره التعليم عاجزه امام العديد من المخالفات الظاهره التي يرتكبها اصحاب المدارس الخاصه. الامر ما بيقتصرش بس على زياده المصاريف اللي الناس كلها بتشتكي منها في المدارس دي، في مدارس اصحابها بيلجاوا الى استحداث فروع ليها مثلا من غير اي تراخيص، انشاء مباني من غير تراخيص لازمه من هيئه الابنيه التعليميه. الوزارة في الآخر بتلاقي نفسها مضطرة إلى قبول هذا الأمر على أساس أنه أمر واقع، والتراخيص لتلك المدارس حتى تتفادى غضب أولياء الأمور الحقيقة بتصدرهم المدارس الخاصة في كل هذه المواجهات. كل الملفات دي وغيرها تؤكد أن المدارس الخاصة تحولت إلى ما يشبه الدولة داخل الدولة، وده اللي هنناقشه النهاردة في برنامجكم صباح دريم مع ضيوفنا. هذه الملفات الشائكة وأكثر حول التعليم الخاص هيكون منورنا في الاستوديو الأستاذ طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، وأيضا الأستاذ بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة ورئيس شعبة التعليم الخاص. في انتظار طبعا كل اتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام تليفوناتنا أو على SMS 9 11 70، وعلى صفحتنا لفيسبوك صباح دريم بالعربي او بالانجلش. تعالوا بقى نشوف اخر المستجدات وايه اللي حصل في البلد من امبارح للنهارده. السيسي يوجه بتحويل مصر الى مركز اقليمي لتجاره وتداول البترول والغاز. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر لما يمثل هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، ده طبعا فضلا عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة. عقد الرئيس السيسي اجتماعا أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ده بالإضافة إلى محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شدد الرئيس على ضرورة العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وبذل الجهود من أجل سرعة تنمية استكشافات الغاز بالشرق المتوسط. من ناحية أخرى شدد الرئيس على أهمية العمل لضمان توافر الإمدادات الكافية من الطاقة لتشغيل جميع محطات الكهرباء والمصانع بكامل قدرتها. تعالوا نروح بقى للبنك الأهلي، ورئيس البنك الأهلي ضخ 5.2 مليار جنيه مصري بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تأتي مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار دعم هذا القطاع الحيوي واستراتيجية البنوك في توجيه التمويلات اللازمة لدعم هذا القطاع الهام ودفع الاقتصاد ومحاربة البطالة. قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه خلال الأربع شهور اللي فاتت تم منح 6000 عميل بنسبة 33% عن إجمالي ما تم منحه العام الماضي. الكلام ده كان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم زيادة حصة القطاع الصناعي من المحفظة المخصصة إلى من 15% إلى 19% في أكتوبر 2016، والقطاعات الصناعية والزراعية والخدمية شاملة طبعا قطاع المقاولات والذي يعد قاطرة للاقتصاد. تمثل 60% من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات خدمية. أضاف رئيس البنك الأهلي المصري أن عدد عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري في يونيو 2011 كان نحو 27000 عميل، في يونيو 2015 ارتفع الى 42000 عميل، في اكتوبر اللي فات اكتوبر 2016 ارتفعت قاعدة العملاء الى 51000 عميل. طيب معانا على الهاتف استاذ حازم حجازي رئيس قطاع المشروعات الصغيره بالبنك الاهلي. استاذ حازم صباح الخير. اهلا بخير. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا عايزين اول تعليق في المجمل كده عن هذا الخبر يعني المشرق، ايه الجديد يا فندم غير يعني اللي موجود في الخبر؟ اتفضل يا فندم.
الخبر بتاع المحفظه بتاعت احنا كنا بنقول انه في فتره المبادره اللي كانت اطلقها البنك المركزي في شهر 2 أو 3 اللي فات، فالبنك الاهلي عمل نمو في المحفظه في خلال المبادره بحوالي 5.3 مليار ب 6500 عميل جديد، يعني قروض جديده من في المبادره. تمام. المحفظه كلها بتاعت المشروعات الصغيره المتوسطه في حدود 24 مليار في البنك الاهلي. ايوه. احنا بنركز الفتره دي اكتر على النشاط الصناعي والنشاط الزراعي، وده وفقا النشاط الصناعي والزراعي. طيب بالنسبه لقطاع الصناعه يا فندم هنقدم ايه، وبالنسبه لقطاع الزراعه ايه التسهيلات اللي هنقدمها عشان ننهض؟ يعني الاثنين طبعا يعتبروا قاطرتين للاقتصاد في مصر، كيف سننهض بيهم وكيف يعني حضراتكم هتتواصلوا ازاي؟ مثلا خلينا نبدا بالقطاع الصناعي، اتفضل. هو بالقطاع الصناعي هو كان في بروتوكولات مهمه جدا مضاها البنك الاهلي مع وزاره الصناعه لموضوع الروبيكي اللي هو مجمع الجلود، وده لانشاء مجمعات صناعيه للجلود الشهر اللي فات. تمام. بداوا بالفعل انتقال عدد من المسمعين الجلود او ورش الجلود اللي موجوده في مجرى العيون الى منطقه الروبيكي. طبعا وجود مجمع صناعي للجلود او كلاستر اللي بنسميه ده بيبقى هناك فيه مدبغه نموذجيه، فبالتالي بدل ما الجلود كانت تطلع في شكل خام فقط يبتدي تصنيعها في جميع اشكال الجلود. ده طبعا هيعظم الانتاج ويبقى فيه قدره على تغطيه السوق المحلي والتصدير كمان. والتصدير ده كان جزء. تمام. ده كان جزء مهم. في جزء ثاني برضو بروتوكول ثاني اتعمل في النشاط الصناعي كان في منطقه مجمع مرغم في اسكندريه، وده للنشاط البلاستيك برضو بنفس الطريقه. هو الفكره كلها في انه بناء مجمعات صناعيه تبقى فيها عندها الادوات والمرافق اللي تخليها تقدر تعمل تعظم الانتاج بتاعها بدل ما تبقى ورش متفرقه صغيره. جميل. تمام. طيب بالنسبه للقطاع الزراعي يا فندم، يعني ماذا ستقدمون للقطاع الزراعي من تسهيلات مثلا للفلاحين، الاراضي، يعني المشاكل اللي بتواجه قطاع الزراعه بشكل عام في مصر؟ هو الاساس في الموضوع طبعا المبادره، ميزه المبادره اللي كان اطلقها البنك المركزي انها بتقدم سعر فايده بسيط تقريبا مش موجود على مستوى العالم اللي هو 5% وال7%. فده هيقلل تكلفه الاموال على اي حد من اللي بيقوموا بانشطه زراعيه. طبعا انا بتكلم عن نشاط زراعي هنا اللي هو نشاط زراعي كبير، يعني في ميكنه زراعيه، في اراضي بمساحات ضخمه. تمام. انتاج من الغذاء سواء كان في محاصيل زراعيه او انتاج حيواني او البان او كده. تمام. المشاريع الضخمه دي بتحتاج لتمويل وبتحتاج دراسات متخصصه، فاحنا بنساعد في المجال ده سواء كان عن طريق التمويل المالي او الخدمات الغير ماليه منها الدراسات الجدوى والتخصص الفني. تمام يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التوضيح. استاذ حازم حجازي رئيس قطاع المشروعات الصغيره بالبنك الاهلي. نرجع لاخبارنا وتعالوا بقى نروح للبنك المركزي. البنك المركزي أعلن وقال حرفيا لم نعلن عن مسابقة لإعداد تصميم جديد للعملات الورقية. نفى الحقيقة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر ما نشر مؤخرا على فيسبوك وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن قيام البنك بتنظيم مسابقة لتصميم جديد للعملات الورقية المصرية. أكد البنك في بيانه أنه لم يعلن عن أي مسابقة لتصميم العملات بشكل جديد، وأضاف كمان البنك المركزي أن الخبر عار تماما من الصحة، وأن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليا بالأسواق من فئة جنيه لحد 200 جنيه لم يتم إجراء أي تعديل في تصميمها، وأن المتداول منها حاليا بالسوق له ذات قوة الإبرة. كان الحقيقة في وقت سابق دشنت صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم تحدي تصميم العملة المصرية بتهدف لإعادة تصميم العملة الورقية المصرية من خلال تصميمات بيعرضها بعض الشباب المصريين للعملة الورقية بفئات مختلفة، وذلك الحقيقة التحدي بيدعو جميع المصريين هم يتنافسوا زي ما احنا شايفين كده على الشاشة لإعادة تصميم العملات الورقية وعرضها على الصفحة، فيما لا تهدف الصفحة الحقيقة في إعادة تصميم هذه العملات المعدنية
الإنسانية يعني الكوينز، وقد الحقيقة وضعت الصفحة عدة نقاط وشروط حول تحدي تصميم العملة الورقية المصرية. التحدي بيشمل جميع فئات العملة بدءا من 25 قرش إلى 200 جنيه ولا ينطبق على العملات المعدنية، كما أن التحدي لا يشترط تصميم وجهي العملة بحيث يعني ممكن الاكتفاء فقط بوجه واحد سواء بالعربي أو بالإنجليزي. كمان التصميمات لا تخضع لمعايير معينة في الألوان أو الشكل أو التكوين، الأمر مفتوح أمام كل المصريين بشكل تام، ده الكلام اللي كان موجود على الصفحة، ولكن لا يتم قبول أي تصميمات تنطوي على هجوم سياسي. الصفحة نوهت كمان وكانت واضحة إلى أن ذلك لا يخضع لأي جهة رسمية، وإنما تهدف فقط لعرض قدرات الشباب المصري الفائقة في التصميم ومشاركتها مع الآخرين. ونفى برضو البنك المركزي، وما فيش حاليا أي خطة لتغيير شكل العملة المصرية. نروح بقى لحماية المستهلك، ويعني حماية المستهلك بيدعو المواطنين جميعا للامتناع عن شراء السلع أول ديسمبر اللي جاي. اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك قال إنه أطلق مبادرة للامتناع عن شراء أي سلعة أو أي منتج بدءا من أول ديسمبر اللي جاي، يعني كمان تقريبا أسبوعين، وده طبعا هدفه إظهار قوة المستهلكين وتوجيه رسالة للتجار الجشعين بقدرة المستهلك على التحكم في السوق والأسعار. أضاف يعقوب كمان خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان قائلا يجب أن تكون هناك ثورة على قبح السلوكيات، لافتا إلى أن هناك لجنة عليا مشكلة للرقابة على الأسواق وتبني فكرة الوقاية خير من العلاج تأخذ خطوات استباقية لمنع استغلال المواطنين. إذن هناك مبادرة. طيب تعالوا بقى، احنا معانا على الهاتف للتوضيح سيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك. صباح الخير يا فندم. سيادة اللواء، ألو. أي يا أستاذة مها. أي يا فندم، صباح الخير. اهلا بحضرتك واهلا بمشاهدينك الكرام. طيب مبادرة مهمة جدا ولافتة للنظر، هل يعني عايزين حضرتك توضح لنا المبادرة، هل المبادرة دي هتاخد عدة ايام ولا اول ديسمبر فقط، وهتكون على السلع المستوردة فقط ولا كله السلع المستوردة والمصرية؟ اتفضل. لا احنا اولا خليني اوضح امر هام جدا. اتفضل. هذه ليست مبادرة جهاز حماية المستهلك، انما مبادرة المواطن عاطف يعقوب المستهلك، عشان احنا عايزين نبعدها عن الجهاز الحكومي اللي انا بتشرف برئاسته. احنا عايزين نوصل رساله من المجتمع المدني، عايزين نوصل من جموع المستهلكين رساله قويه للساده الموردين ان المستهلك ليس الطرف الضعيف في اللي هو في سياسه العرض والطلب. تمام. المستهلك دلوقتي احنا شايفين ان السوق مهترئه والاسعار بتصعد الى اعلى بسرعه الصاروخ. مظبوط. لما بيجي يحصل اي متغيرات مفروض ان هي تنزل اسعار، لا اما بتثبت يا اما بتنزل بسرعه السلحفه، فده كله ما فيش يعني مالوش اي مثيل في اي دوله في العالم. وعايز اقول لحضرتك ان احنا بنتكلم على تجارب قبلينا حصلت، ان يعني احنا يعني المبادره دي يعني ما بقولش مبادره ان احنا ما حصلش في العالم، لا حصلت في العالم كتير قوي. اليابان قبل كده لما الرز زاد عندهم عملوا مبادره مش هناكل رز، انخفض الرز. انجلترا لما حصلت عندهم زياده في البطاطس والبصل ودول السلعتين اللي ما بيستغنوش عنهم يوميا الانجليز برضه نزلت الاسعار. الارجنتين لما البيض ما لقوا ان هو اللي اتعرض زاد على الرف في المحلات، الناس امتنعت تاكل البيض لدرجه ان الشركه المورده قدمت اعتذار لكل المواطنين وخفضت عشان ان هي تحاول تسترضي المواطنين، لانهم لقوا نفسهم ان هم بيدفعوا ثمن اعلاف وثمن اداره المزارع بدون ما يكون عندهم اي نوع من الدخل مقابل هذا. طيب خلينا نوضح كلام مره اخرى سياده اللواء، حضرتك يعني دي مبادره شخصيه منك كمواطن مصري معترض على غلاء الاسعار. بالظبط. انا عايز افصل حضرتك لان مش الجهاز، احنا نفهم ان الجهاز ده جهاز حكومي، لو قلنا جهاز حمايه المستهلك يبقى بنقول والله الحكومه هي اللي لا احنا عايزين نعمل حاله ذهنيه في مصر اسمها حمايه المستهلك. انا عايز كل واحد يعرف ان ليه حق، بس طالما ليك حق لازم يبقى عليك واجب ان انت تشارك، ولازم ان انت يبقى عندك نوع من الايجابيه.
لا بس ده يا فندم يعني يمثل، خليني برضو اقول للساده المشاهدين، يعني ده يمثل التحام مع المواطن، يعني حضرتك مسؤول وفي نفس الوقت بتطلق مبادره شخصيه منك لانك كمواطن مصري بمنتهى الصراحه بتعاني من ارتفاع الاسعار. ده حقيقي. وعايزين كمان ان احنا نوصل ان مش كل حاجه، ان احنا الاجهزه الرقابيه ليها دور، وليها دور في الوقايه، وليها دور في المنع، وليها دور في اللي هي حاله اللي عندهم سلطه تفتيش قضائيه يودي المحكمه. انما احنا مش عايزين ان احنا نشتغل بطريقه التوتر، عايزين نخف التوتر للسوق. لازم التاجر يعرف ان المستهلك ده قوي وليس ضعيف. تمام. انا عايز هنا اقول لحضرتك فضل. كمان في خبر ثاني مهم جدا. اتفضل. انا في طريقي دلوقتي لحضور اول اجتماع لخبراء حمايه المستهلك في الوطن العربي في جامعه الدول العربيه، عشان احنا كمان بنحاول ان احنا نجمع اللي هي عملنا في الوطن العربي يبقى ظاهر. مصر دايما انت عارفه حضرتك فيها يعني الصبر، وليها ان هي ما بتبخلش ابدا على اهلها في الوطن العربي بخبراتها، وده اللي احنا المقصود ان احنا نتعلم منهم ونقدر ان احنا خبراتنا ننقلها. والتواصل بيننا وبين يعني اخواتنا في الوطن العربي في مجال حمايه المستهلك. جميل يا فندم، طبعا ده خبر حصري لينا لبرنامج صباح دريم. انا بشكرك شكرا جزيلا، واسمح لي سياده اللواء ان انا يعني اتابع مع حضرتك يعني هذه المبادره، مش هقول بقى مبادره رئيس حمايه المستهلك، هقول مبادره المواطن المصري اللواء عاطف يعقوب للامتناع عن الشراء اول الشهر اللي جاي، وهنشوف نتائج هذه المبادره. بشكر حضرتك شكرا جزيلا السيد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وهنتابع طبعا أكيد، وخلونا نتحد في هذه المبادرة زي ما سيادة اللواء قال، المواطن أو المستهلك أقوى بكثير مما يظن ويستطيع التحكم في الأسعار. نرجع لأخبارنا مرة تانية، و نائب يعترض على قانون الجمعيات وصاحب المشروع لا توجد مادة واحدة ضد المجتمع المدني. اعترض عفيفي كامل عضو مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات المقدم من النائب عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان و 203 من النواب، والذي تم مناقشته بالجلسة العامة أمس، قائلا هذا القانون ينال من الجمعيات الأهلية وكان لابد أن ننظر مشروع قانون الحكومة. أشار كامل أيضا خلال كلمته بالجلسة العامة إلى أنه أول مرة يرى مشروع قانون به عقوبات بهدف تحجيم التمويل الأجنبي، على الرغم من وجود شركات ومؤسسات تحصل على تمويل أجنبي ولم يعترض عليها القانون. ورد عبد الهادي الحقيقة عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن وصاحب مشروع القانون على كلام النائب عفيفي كامل، قائلا لا يوجد في مشروع القانون مادة واحدة بتحمل عقوبة لأي شخص، ولكن العقوبات على كل من يحصل على تمويلات أجنبية بهدف زعزعة الأمن القومي وبيستخدمها ضد مصلحة البلد. التوضيح كان انه مفيش ماده واحده ضد عمل المجتمع المدني، بس اللجنه حرصت في القانون على التصدي للجمعيات اللي بتحصل على تمويل وبعديها بكام ساعه يحصل عمل ارهابي، علشان كده حابين يعرفوا حقيقه التمويلات. طيب نروح لعبد العال، يهدد النواب المزوغين بخصم 50% من المكافأة. هدد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب كل من يقوم بالتزويغ من الجلسات العامة بخصم 50% من قيمة المكافأة اللي بيحصل عليها النائب كل شهر. الكلام ده كان خلال الجلسة العامة امبارح، واللي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من النواب، حيث امتعض وجه رئيس البرلمان بسبب كثرة عدد المقاعد الخوية أمامه أمس، وطلب عبد العال بضرورة تفعيل البصمة الإلكترونية عند كل جلسة لمعرفة المتغيبين، وفي حال تغيب النائب عن الجلسة أكتر من مرة بيتخصم له 50% من المكافأة اللي بيحصل عليها كل شهر. طيب طلب إحاطة بشأن إهدار 3 مليار جنيه في صفقة بيع شبكة الجيل الرابع. النائب عمرو الجهري توجه وكيل اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب، توجه بطلب احاطه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ودكتور ياسر القاضي وزير الاتصالات بشان اهدار 3 مليار جنيه في صفقه بيع شبكات الفورجي لشركات المحمول الثلاثه. واوضح النائب ان قيمه العقود مع الشركات الثلاثه بلغت مليار و100 مليون دولار، تم تحصيل المبلغ بمعدل نص بالدولار والنص الثاني بالجنيه المصري. واشار وكيل اللجنه الاقتصاديه
مجلس النواب إلى أنه تم حساب النص المصري بسعر الدولار البنكي المنخفض في ذلك الوقت اللي هو 8 جنيه و88 قرش، حيث أن توقيع هذا العقد في ذلك الوقت أضاع على الدولة أكثر من 3 مليار جنيه مصري، وهي الفارق في حساب سعر الدولار بعد قرار التعويم. تساءل الجهري عن سبب توقيع العقد قبل أقل من أسبوعين من قرار تعويم الجنيه، خصوصا أن الحكومة كانت تدرك كويس قوي خلال توقيع العقد أنه هيتم اتخاذ قرار التعويم بعد كده. هل هذا سوء إدارة ولا سوء تقدير ولا مقصودة؟ ده اللي هنعرفه أكيد في الأيام اللي جاية. طيب نروح لوزارة الداخلية، ووزير الداخلية يقرر استخراج جوازات سفر لمتضرري السيول برأس غارب مجانا. استخرجت مصلحة الجوازات والهجرة وجنسية جوازات سفر مجانا من غير أي رسوم لمتضرري السيول بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر. وكان السيد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه اللواء مجدي أنور لإفاد مأمورية قادها اللواء أحمد الأنور وكيل مصلحة لتجديد جوازات السفر اللي فقدت أو تعرضت للتلف جراء السيول في مدينة رأس غارب بالمجان. شدد وزير الداخلية على أن تجديد جوازات السفر التلفة اللي فقدت في السيول على أن تكون سارية المفعول، وطبعا ما انتهاش العمل بها يعني لسه سارية، على أن يتم التجديد بالمجان بدون أي رسوم. طيب نروح للأزهر. استبعاد شومان وكريمة والهلالي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف استبعاد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف من لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعد إعادة تشكيله مرة أخرى. قرر أيضا وزير الأوقاف استبعاد الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية من لجنة الفكر والحضارة الإسلامية، وكمان الدكتور محمد مهنا المشرف العام على الرواق الأزهري من لجنة اللغات والترجمة، والدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية، والدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن من لجنة المستجدات وتفكيك الفكر المتطرف. كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحقيقة عاد مؤخرا تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لعام 2016، وكانت هذه هي التغييرات. طيب هقول لكم آخر خبر، خبر عجيب جدا الحقيقة، من أسوان. إنشاء مدرستين ومجفف بلح فوق مخرات السيول بأسوان. الرقابة الإدارية في أسوان اكتشفت في حملة قادها العقيد عبد الحميد يسري على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها تحسبا لأي طوارئ محتملة كارثتين تعرض الحقيقة ممكن تعرض المحافظة بالكامل للغرق. الكارثة الأولى بتتمثل في تخصيص 6000 متر في أرض مخر السيول بمنطقة أبو الريش إبلي لمشروع مجفف بلح من سنة 2008، يعني هي موجودة من سنة 2008 لغاية دلوقتي. الكارثة الثانية الأكبر بقى بتتمثل في بناء مدرستين إعدادية وتجارية في مخر السيول تاني بمنطقة أبو الريش من عشرات السنين، ممكن تكون برضو من قبل 2008 بعلم المسؤولين على فكرة، مما يعرض حياة الطلاب إلى الخطر في حالة تدفق السيول. قررت الرقابة الإدارية بأسوان بالتنسيق مع محافظة أسوان ومديرية الري والجهات المعنية باتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع، وهيتم التنسيق لترحيل مشروع مجفف البلح لمكان تاني طبعا لإمكانية إنشاد سد إعاقة المياه. أما المدرستين هيتم التوصية بنقلهم لمكان تاني في أقرب وقت ممكن. إحنا طبعا شايفين قدامنا الفيديو. طبعا اللي بيحصل ده كارثة، خصوصا إن في دلوقتي مصر يعني في توقعات من هيئة الأرصاد إن مصر تتعرض لأمطار شديدة، وخصوصا في محافظة يعني محافظات زي محافظة أسوان مثلا بيكون فيها الأمطار شديدة والجو متقلب طول الوقت، فإن إحنا نعمل ده ويتسكت عليه دي كارثة. كويس قوي إن إحنا اكتشفنا الكارثتين دول أو المصيبتين دول، بس موضوع أقرب وقت ده، إحنا خلاص يعني الشتاء دخل، مش عارفة أقرب وقت ده اللي هو إمتى، بس لازم يكون قريب جدا قبل ما تحصل كارثة ونبتدي بقى ندور على مين المسؤول. أهو الإنذار، يعني تم إنذار الجهات المسؤولة، هنعمل إيه؟ يعني نحاول بقى إيه نشوف إيه اللي هيحصل علشان ما تحصلش كارثة مرة تانية. قبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية، تعالوا بقى دلوقتي نشوف تقرير عن مؤتمر تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية. هنشوف التقرير ده ونرجع لكم حالا. والتعليم الخاص.
أقيمت بالأمس بمقر مجلس الوزراء المصري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ورشة عمل حول تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ في ضوء التجارب الدولية. هذه الزيارة هي لجهاز حماية المنافسة المصري للوقوف على تجربتهم، خاصة وأن لهم تجربة ثرة وطويلة، وأيضا للتدريب والاستماع إلى بعض المحاضرات وبعض الإفادات التي يمكن أن يقدموها عن جهاز حماية المنافسة. هذا الجهاز الحقيقة يعني من مسماه هو بيشجع على المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. احنا السوق انه يشجع المنافسة، يعني يبقى فيه تعدد في المجالات اللي ممكن ان الانتاجية يعني سواء سلع او خدمات بيشجع عليها ويمنع الممارسات اللي هي بتؤدي الى الاستحواذ، يعني اللي بتؤدي الى انه يبقى في سيطره على السوق، يؤدي الى الاحتكارات، يؤدي الى انه التفرد، طرد اللي هي الشركات اللي ممكن تكون اقل يعني قليله يعني. فدي في حد ذاتها ليها جانب اخر اللي هو اولا زياده حجم الاستثمارات في 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 المجالات الانتاجيه والصناعيه. الغرض الاساسي منها انها تضمن ان ممارسه العمل الانتاج الاستثمار التجاره اللي بتتم في السوق بتتم على قواعد منافسه تسمح منافسه بين كل الشركات القائمه بدون ان تستاثر بعض من الشركات بالوضع في السوق وتمنع غيرها انه يدخل في السوق. يعني بنقول عليها توحيد ارض اللعب، يعني تبقى ارضيه اللعب لكل المستثمرين لكل التجار لكل المنتجين واحده، بحيث قواعد واحده مفيش تمييز او تحيز مجموعه ضد مجموعه او في تكاتف مجموعه ضد مجموعه اخرى وتقصيها وتخرجها من السوق. ده في النهايه اذا حصل المنافسه ده في النهايه هينعكس على زياده الانتاج، على انهم هيتنافسوا على الاسعار، هيتنافسوا على انهم يقدموا احسن منتجات، هيتنافسوا على انهم يقدموا اقل اسعار، هيستفيد المواطنين في نهايه الامر. الهدف من هذه الورشه هو خلق مناخ ينظمه القانون المواكب للدول الناشئه في الاستثمار بغيه جذب مستثمرين ومن ثم ازدهار الاقتصاد وتعافيه من التداعيات الاخيره. كريم عبد الكريم، صباح دريم. سعيا وراء تلقي أبنائهم علما نافعا دون هذا الذي يحفظ ثم يفرز ولا يفهم أو يتم تطبيقه، توجه أولياء الأمور صوب مدارس التعليم الخاص. كلفة هذه الخدمة التعليمية الخاصة ترتفع سنويا بنسب متفاوتة بين مدرسة وأخرى، مما يثير دهشة أولياء الأمور بنفي الوزارة رفع قيمة المصاريف كل عام عن الذي يليه. لازم بيحصل زيادة سنوية في كل المدارس الخاصة، ووزارة التربية والتعليم قبل ما تقول ده مفروض توفر كواليتي عندها في مدارسها قبل ما تتكلم على المدارس الخاصة، لأن لو وفرت الكواليتي هيبقى المدارس الخاصة ملهاش دور. في زيادة بقيمة 1000 جنيه كل سنة، ده غير حاجات تانية طبعا مع كتب أو أي حاجات تانية الأولاد بيستلموها في المدرسة. يعني بيقولوا لي كل سنة احنا مستنين المقرر اللي هتقرره وزارة التربية والتعليم في الزيادة اللي احنا هنزودها. المشكلة ان مفيش رقابة على المدارس الخاصة واللغات، لأن حتى لو في مشكلة حتى بعيدا عن المصروفات، لو في مشكلة داخل المدرسة اما بروح إدارة التربية والتعليم بيقولوا لي دي مدرسة خاصة وليها سياسة لوحدها، وكل مدرسة ليها سياستها، ما نقدرش نسيطر على مدرسة في السياسة. طبعا ده غلط، المفروض ان انا مدرسة خاصة مدرسة لغات حتى لو اي جي، بس كلنا بنتبع لوزارة التربية والتعليم. ندرة المدارس الدولية في مصر قد يكون هو الدافع لندرة سلوكهم في اجبار اولياء امور الطلاب بسداد قيمة المصروفات من العملة الاجنبية، عشان بيبقى عندهم مدرسين اجانب فعشان يعرفوا يدوهم مرتب بالدولار، برضه هم بيدوهم المرتب بالعمله الصعبه، فلازم يعني ياخدوا مصاريف بالعمله الصعبه يا اما مش هيلاقوا فلوس يعني. طب ما انت وفر لي العمله الاجنبيه عشان انا كده، لكن هي حال الدوله حاليا فيها عمليه تعويم للجنيه، فانت مطالب
يعني مفروض الناس تاخد من هو ده السعر الموجود، هي دي العملة اللي موجودة، فأنت عايز تشتري تشتري بالعملة دي. الوزارة تنفي، وأولياء الأمور يؤكدون، وإدارات المدارس تمضي في حصد قيمة الخدمات التعليمية، والواقع مغاير تماما. كريم عبد الكريم، صباح دريم. شكرا للزميل كريم عبد الكريم على هذا التقرير. زي ما شفنا وزي ما نوهنا في البداية، هنتكلم النهاردة على التعليم الخاص بشكل عام. وصل لإيه؟ محتاج إيه؟ إيه مشاكلنا مع التعليم الخاص؟ هل هي مصروفات بس، ولا زي ما إحدى المواطنات كانت بتقول وفر لي يعني كواليتي، أو وفر لي يعني قيمة للتعليم العادي فهستغنى عن التعليم الخاص؟ المعادلة دي عاملة إزاي؟ ماشية إزاي في مصر؟ لأن فعلا فيها أمس الحاجة إلى التعليم الخاص في وجود المدارس الحكومية ولا لأ؟ وكلنا مشاكلنا إيه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا اللي منورينا في الاستوديو. برحب بيهم استاذ طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. برحب ايضا بالاستاذ بدوي علام، نائب رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه بالجمهوريه. اهلا بيك. اهلا. طيب في البدايه كده عايزين نعرف تعليق من حضراتكم على التقرير اللي شفناه. استاذ طارق اتفضل. هو بالنسبه بس الموضوع المصروفات اللي اثير في بدايه الحلقه، اؤكد انه زياده المصروفات محدده بنسب من جانب وزاره التربيه والتعليم، ويتراقب هذه تنفيذ هذه النسب من جانب الوزارة بشكل جيد. عندنا ده لا يمنع ان احنا نلاقي احد المواطنين بيشكو من زيادة المصروفات، او ان يكون في مدارس بالفعل بتزود المصروفات بطريقة غير قانونية. ده بنتعامل معه بشكل مباشر ودون تواني، واعتقد ان عندنا حالات كتيرة جدا المواطنين شافوا ده، لمسوه في المدارس اللي بتكون مخالفة، بنتعامل معها بشكل مباشر. الجزء الآخر المتعلق بالتلميح، لأنه زيادة المصروفات من خلال زيادة العملة الأجنبية في المدارس الانترناشنال أو زيادة سعر العملة الأجنبية، ده محظور بحكم القانون وليس حتى القرارات الوزارية. مجرم، مش محظور، مجرم، لأنها جريمة يعاقب عليها القانون. تمام. احنا فندم الزيادة دي اللي هي كام في المية تقريبا؟ خلينا نقول انه محددة بشرايح صدر بها قرار وزاري هذا العام. المفروض انه كل 5 سنوات بيصدر مثل هذا القرار. السنة دي ما بين بتتراوح ما بين 3 و11%. ما بين 3 و11%. 11% لأقل مصروفات موجودة اللي هي تقل عن 2000 جنيه. المصروف مدارس اللي مصروفاتها تقل عن 2000 جنيه، دي نسبة الزيادة فيها 11% سنويا. تمام. والمصروفات من 2000 ل 3 8000 جنيه في السنة. 8% في السنة. للمصروفات اللي ما بين 2000 و3 وما بين 3 و4 6% سنويا. تمام. 6% و4% سنويا ما بين 4000 و7000 جنيه، واكثر من 7000 جنيه 3%. اكثر من 7000 جنيه ايوه بتزاد 3% سنويا. طب دلوقتي حضرتك بتقول لي في بعض المخالفين بيتخذ معهم اجراء. تمام. الاجراء اللي بيتخذ ايه فهم؟ اولا عاده بتنظر المدرسه لازاله المخالفه اذا كانت المخالفه يجوز ازالتها. زي ايه؟ زي اقامه يعني فروع مثلا لا اقامه فروع دي تجبرنا على اغلاق الفرع بحكم القانون. القانون قال ان المدرسه اللي تعمل بدون ترخيص، والفرع يعتبر بدون ترخيص لان المدارس ليس لها فروع، المدارس مدارس قائمه بذاتها. تمام. فدي بتغلق اداريا بقرار من الوزير. زي ايه اللي حضراتكم بتقدموا بيها انذار لل بعض المدارس اللي بتحصل مصروفات بالزياده او بتخالف قواعد العمل القانونيه اللي موجوده في القرارات الوزاريه، بيتم انذارها لازاله المخالفه. لانه اذا ما زادت مصروفاته، اذا زود مصروفاته ايا كان الرقم، بنديله فرصه انه يصحح وضعه، يعيد المصروفات لاولياء الامور، وخاصه وان المصروفات لا تدفع مره واحده، المصروفات بتدفع على اقساط. فبنديله الفرصه ان هو يعدل ده عشان يمشي في الاطار القانوني. وخلينا اقول لحضرتك ان نسب المخالفات في المدارس الخاصه في موضوع المصروفات مش كبيره. تمام. مش كبيره لكنها موجوده،
وبنجابها. المدارس اللي بتصر على المخالفة أو اللي بترتكب مخالفات أكبر من ذلك بتوضع تحت الإشراف المالي والإداري، بمعنى أن تقوم لجنة من وزارة التربية والتعليم أو المديريات والإدارات التعليمية بإدارة المدرسة ماليا وإداريا. تمام. طيب أنا هرجع لحضرتك تاني عشان في كذا استفسار، بس خلينا نسأل أستاذ بدوي، المدارس الخاصة يا فندم بحكم خبرة حضرتك هل قامت بالدور اللي أنشئت من أجله؟ تحسين مستوى التعليم، تحسين وضع المدرس، تحسين وضع الطالب، هل الموضوع كده ولا هو مشروع رجل أعمال بيقوم به أو مجموعة رجال أعمال بتقوم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التعليم الخاص مظلوم ظلم مبين في هذا الموضوع، لأني أساسا التربية والتعليم وقانون التعليم نفسه هو اللي بيحدد مصروفات المدرسة وليس الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة. بمعنى ما يجيش صاحب المدرسة أو الشخصية المالك الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة هي اللي بتحط المصروفات. المصروفات دي بحكم المادة 64 من قانون التعليم إن محافظ الإقليم هو اللي بيحدد مع وزير التربية والتعليم المدرسي تاخد كام. تمام. ولذلك في تفاوت بين مصروفات المدارس لأن اسمها حساب تكلفة الطالب. التعليم مش مشروع وله مكسب، لأن أنا بيتحدد لي نسبة ربح 15% من مصروفات تعليم التلميذ. بينما النهاردة الدولة بتدي 20% على رأس المال. تمام. يعني أقل استثمار في الدنيا فيه إذا كان 15% ده يدوبك لإعاشة صاحب المدرسة أو الشركة المالكة للمدرسة. كويس. أنا بتكلم على 80% وأكثر من التعليم الخاص في مصر. إحنا عندنا 70% المدرسة الخاصة مصروفاتها 3000 جنيه فأقل. 3000 جنيه، إحنا عندنا 8000 مدرسة على مستوى الجمهورية. 8000 مدرسة خاصة. على مستوى الجمهورية. تعليم خاص بعيد عن الدولي. أنا بتكلم على التعليم الخاص اللي هو العربي واللغات. طيب. المدارس دي للأسف نعم. يعني خليني أقول لحضرتك لسه ما كملتش، هي بتؤدي خدمة تعليمية متميزة. طيب. وإلا ما كانش ولي الأمر يلجأ للمدرسة الخاصة. رغم ان مصروفات تكلفة التلميذ في المدرسة الخاصة اللي هي 3000 جنيه وال 4000 جنيه دي الحكومة النهاردة بتصرف على الطالب، وطبعا احنا عارفين الكثافة في بعض المحافظات وصلت زي الجيزة اللي احنا فيها وصلت الى 170 طالب في الفصل. رغم هذا الطالب بيتكلف على الدولة اكتر من 5000 جنيه في المرحلة الابتدائية على الاقل. يبقى التعليم الخاص بيأدي دور حيوي وقوي، وبعد كده الأعباء اللي بتفرض على التعليم الخاص أعباء كبيرة جدا. أولا خضع التعليم الخاص للضرائب، وده كان يجب ألا يكون، لأن التعليم الخاص بيستوعب أكثر من 2.5 مليون طالب. بيشيل التكلفة دي عن الدولة. الدولة ملزمة دستوريا بتعليم الطالب. تمام. فبيوفر مليارات الدولارات للدولة. بيبني مبنى، الدولة ملزمة إنها تبني هذا المبنى. بيشغل عمالة، مدرسين وعمال وإلى آخره، بيساهم في حل مشكلة البطالة. فالدور اللي بيقوم به التعليم الخاص دور قوي جدا ومتميز جدا، وإذا كان هناك مخالفات أو قصور في الناحية التعليمية شوية بتبقى من قلة جدا جدا في المدارس الخاصة. طيب المدارس اللي ب 3000 و4000 جنيه دي يا أستاذ بدوي، أنا يعني للأسف ما فيش ناس كتير بتسمع عنها، يعني دايما بنسمع عن المدارس اللي بتبتدي من 20 مدارس. ما دي عددها قليلة، عددها قليل؟ قليل جدا. اللي بتبدأ المدارس اللغات اللي هي من 7000 ل 20000 زي ما تقول حضرتك لا تمثل 3% من المدارس الخاصة. عددها طيب. قليل جدا. طيب أنا بس هخرج عن الموضوع لمدة دقائق، لأن إحنا كنا يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على موضوع إنشاء مدرستين ومجفف بلح فوق مخرات السيول بأسوان. الحقيقة المحافظة حابة إن هي ترد، اتصلوا بينا وحابين إن هم طبعا يردوا ويوضحوا هذا الأمر. إحنا طبعا معنا على الهاتف السيد اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان. سيادة اللواء صباح الخير. ألو. الو صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. طيب احنا كنا يا فندم بنقول طبعا الخبر اللي كان ليه فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول انشاء مدرستين ومجفف بلح فوق مخرات السيول مما قد يعرض المكان للغرق. رد حضراتكم ايه يا فندم، خصوصا ان الموضوع يعني مجفف البلح ده بيقال انه انشئ من عام 2008؟ هو طبعا المجفف البلح منشأ من عام 2008 وبرضه المدارس ديت فعلا موجوده، ودي حاجه سابقه من زمان. ولكن بالنسبه للمدارس هو في مديريه الري، وزاره الري بانيين في سد قبليهم بارتفاع 6 متر ومش منتظر ان توصل لهم
مياه سيول في الاحوال العاديه. تمام. ولكن طبعا الافضل واحنا بندرس دلوقتي ان احنا ننقل المدرستين دول ان شاء الله، لكن في اجراءات تامين متاخده ضمن اجراءاتنا اللي هي اللي يعني اللي عملناها كتير، منها تجارب عمليه تمت وتوعيه للناس يعني حاجات كتير من الاجراءات العمليه والمحاكاه اللي تمت على الارض. ولكن برضه احنا بندرس دلوقتي ان احنا نخصص مدارس، المدارس مش هقدر ابني يعني، ممكن يكون عندي اراضي في حتت كتير بس لازم ادور على ارض في المنطقه نفسها عشان يبقى ما يبعدوش شويه. بالنسبه للمجفف البلح دي ارض برضه متخصصه من 2008 وبتستخدم، ودي احنا كنا مكلف مديريه الري ان احنا نشوف ارض بديله لهذا المجفف. تمام. او نبني السد برضه قبليهم او نعمل الحاجتين، يعني الاثنين دول موجودين. طيب يا فندم، طيب يعني دلوقتي الموضوع حضرتك بتقول من 2008 حسب كلام حضرتك وحسب طبعا الخبر المتداول، حضرتك مش متفق معانا ان يعني في خطوره برضو يعني التصرف، مين سمح للناس دي بكده يا فندم؟ مين المسؤول اللي سمح ببناء مدرستين ومجفف بلح في مكان؟ والله طبعا هو يعني الواحد يعني احنا بندور دلوقتي على حل للازمه اللي احنا فيها بصرف النظر عن المسؤول، ده حاجات سابقه يعني لما هنقعد نرجع لها. يعني انا شايف ان احنا نحل اللي احنا الوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. اصل يا فندم يعني في حاله حدوث كارثه دلوقتي مش هنقول انها فعلا زي ما حضرتك بتقول كده، مش هنقول انها من 2008، من في حاله حدوث كارثه، مشكله كانت حاصله من يعني من سنين طويله، المسؤول اللي موجود دلوقتي هيحاسب عليها ويقول اصل حصل كذا وبعلم المسؤول. فانا بس سؤال، انا متفق مع حضرتك تماما في هذا الطرح يعني، ولكن اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا نمنع اي حاجه تقرب من المناطق ديت او نستبدلهم، وده اللي احنا شغالين فيه بالاضافه للتطهير والاعمال اللي بتتم كلها بصفه عامه. ده اللي احنا بناخده علشان نمنع اي نوع من انواع الخسائر ان شاء الله. تمام يا فندم، هل هيتم ازاله المدرستين؟ لا، ما انا مش هقدر ازيل مدرستين دلوقتي، مدرستين مؤمنين بالسد اللي موجود، ولكن احنا بنبحث عن اماكن بديله ان احنا ننشئ مدارس اخرى مكانها وتكون في المنطقه المحيطه وليس بعيد عنها، اللي بعيد عنها بمسافات كبيره ما لهمش قيمه يعني، لان برضو دول طلبه واحنا بنعمل. لكن هو المدارس المبني سد 6 متر، المفروض ان المياه ما توصلش المدارس، سدود بتبقى شغلتها انها تحجز المياه وتوجهها. تمام. في اتجاه مقرات السيول. تمام. بالنسبه للمدرستين طبقا للدراسات الراي ان هم مؤمنين ان شاء الله، ولكن لا، انا شايف ان احنا الافضل ندور لهم على اماكن تكون مناسبه. صحيح. للطلبه واولياء الامور. فعلا يعني اكيد طبعا استبدال اماكنهم هيكون اكثر امانا. طبعا. انا بحيي حضرتك جدا على يعني ايجابيتك وحرصك على تطميننا، ويعني ومتابعتك لينا طبعا السيد اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا ليك يا فندم. كان ده توضيحنا بس علشان نطمن السادة المواطنين، الموضوع مش مهمل زي ما كان يعني مذكور على مواقع التواصل الاجتماعي، هو مش مهمل ولا حاجة، والمحافظة في طريقها لحل هذه المسألة. أرجع لموضوعي مرة تانية، وعايزين نفرق بقى أستاذ طارق ما بين المدارس الخاصة والمدارس الدولية، عشان احنا برضو لسه بنتكلم في قصة ايه المدرسة اللي ب7000 وب4000، والناس تيجي دلوقتي هتقول لنا هي فين المدرسة اللي ب7000 دي؟ فالفرق ايه ما بين المدرسة الخاصة والمدرسة الدولية؟ هل المدرسة الدولية زي ما بيقال كده يعني بإدارة بمزاجها يعني، ولا في إشراف؟ لا، هو المدارس الدولية ابتدى الإشراف عليها في وزارة التربية والتعليم من سنة 2000، ونظمت بقرارات وزارية من بداية إنشاء المدارس الدولية في مصر أو زيادتها، لأنها كانت موجودة ما قبل 2000 لكن ابتدى تنظيمها من عام 2000. تمام. المدارس الدولية موضوعة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وزي ما قال معالي الوزير أنه ما فيش مدرسة في جمهورية مصر العربية ولا طالب يتم تعليمه في داخل جمهورية مصر العربية دون أن يكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم. المدارس الدولية في إشراف تام من جانب وزارة التربية والتعليم عليها، وبتدرس اللغة العربية، التربية الدينية، المواد القومية اللي هي ده كل ده مواد الهوية الوطنية.
لما جه في وقت من الاوقات كان في قصور في هذا الشأن، ابتدينا نتعامل معاه بالقرارات اللي تنظم المساله واللي تحافظ على هويه الطلاب، ده من جانب. ومن جانب اخر المصروفات. المصروفات موضوعه زي ما قال الاستاذ بدوي في البدايه، ان مصروفات المدارس عموما بتوضع من جانب تنظيمها من جانب وزاره التربيه والتعليم ومحافظ الاقليم. في المدارس الانترناشونال بتوضع المصروفات من جانب المدرسه وتراقب وتتابع وتقيم. تمام. من جانب الوزاره. الساده المواطنين، وبرضو احب اسمع تعليق حضراتكم على ده، مش شايفين كده خالص. الساده المواطنين شايفين ان المدارس الدوليه، وهنتكلم لاحقا برضو على المدارس الخاصه، ان دي دوله داخل الدوله، مركز قوه. انا حضرت مناقشه كان احد المدارس مصاريفها 60,000 جنيه، والسنه اللي بعديها بقت 70,000 جنيه، كان الناس اللي بتدفع او 75 حاجه كده يعني، كان الناس اللي بتدفع دول مثلا يعني مش يعني ما بيعملوش اي مجهود في المدرسه. انا عايز اعرف الزياده دي بناء على ايه، وليه مضطرين يقبلوا؟ خليني اقول لحضرتك انه الزياده المقرره في المدارس الانترناشونال 7% من قيمه المصروفات لطلاب المرحله الاولى من رياض الاطفال. ودايما لما بيكون في عجز في موازنه المدرسه، والعجز ده يظهر في الميزانيه النهائيه للمدرسه، بتتقدم بطلب لانها يعاد بحث تقييم مصروفاتها. 7% المقرره زياده معموله اساسا عشان نقول معدلات التضخم اللي كانت موجوده، وده كان موجود في القرارات الوزاريه كلها. النهارده الناس بتتكلم في ان المصروفات اللي احنا بنتكلم فيها دي مبالغ فيها جدا يا فندم، يعني حاجه بصراحه بقى اصبح دلوقتي ان انت تعلم ابنك بره مصر اوفر. لا 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 لا, لا, لا خالص خالص. خليني اقول لحضرتك، خليني اقول لحضرتك بس، هيك بتتكلمي في المصروفات اللي هي القيم العاليه دي، اللي هي بتشتغل على المناهج الانترناشونال المعتمده عالميا. هو انا عشان اشتغل على المدارس على المناهج الانترناشونال دفعوا 70,000 جنيه في السنه؟ لا، ما هو انا هقول لحضرتك دي مش مدارس حكوميه برضه. خلي بال حضرتك انه معدلات الاستثمار اللي موجوده، وحسابيا الاستثمارات اللي موجوده بتحسب، لانه كل حد النهارده بيحط فلوس في هذه النوعيه من المدارس من اصحاب رؤوس الاموال اللي بيستثمروا في هذا المجال. خلينا نقول انه حتى لما بنقول 15% ده مش معناه انه ما فيش استثمار، هو اساسا المدرسه غير هادفه للربح، لكن ال 15% دي مش عشان يكون خسران، عشان يكون بيتعيش من امواله. خلي بال حضرتك من نقطة مهمة، إنه لما جينا نعمل مشروع الاستثمار في التعليم بالشراكة مع القطاع الخاص، كنا حاطين في الاعتبار إن احنا لابد أن نجذب المستثمرين في هذا المجال عشان نقدر نوفي ونغطي احتياجنا للأماكن. احنا محتاجين أماكن في لأولادنا في مصر عشان نقدر نغطي التعليم في كل مصر بشكل لائق، عشان نوصل لكثافات معقوله اللي هي بتوصلنا لل 40 وال 45 طالب. تمام. اللي هم مش موجودين حاليا دلوقتي. احنا يعني جهود كبيره جدا بتبذل من جانب الوزاره في هذا الامر. فموضوع المصروفات لازم ننظر له من الشقين، زي ما قلنا قبل كده ان احنا كوزاره التربيه والتعليم احنا لازم نكون الحكم العدل في هذا الامر، لان ولي الامر بيعاني الامرين، و المالك للمدرسه كمان محتاج يوفي التزاماته ويرتفع بمستوى التعليم اللي موجود في مدرسته. تمام. انا عندي سؤال لحضرتك استاذ بدوي، بس خلينا نبتدي نستقبل تليفونات الساده المواطنين. معانا منى من القليوبيه. إيه، صباح الخير. صباح النور يا منى. بقول لك انا عندي عيل في. عندك ايه؟ عندي ابني في تجريبي. في تجريبي؟ اه جنبنا التجريبي اسمها الشيماء. شيماء رسميه، جايبينها على احنا في شبرا الخيمه تبع عزه رستو. ايوه حبيبي. سمعاني ما رضيش تقبل، حولونا على بهتيم. من بهتيم دخلت مدرسه متميزه شويه. سمعاني من سنه بدات من كيجي من 1491. ثاني سنه بقى بدات كيجي 2 ب 1555. سنه اولى ابتدائي باديه 1800 دلوقتي. يعني هو كيجي 1 بقى كان 1491. دلوقتي هو في سنه اولى ابتدائي كام؟ ايه؟ سنه اولى ابتدائي دفعتي كام؟ لسه ما دفعتش لغايه الان 1800. 1800 اولى ابتدائي. وكل سنه في الزياده 10%. 10% كل سنه. وقالوا لنا متميزه. متميزه فيه؟ ما فيش حتى يعني مدرس ولا اي حاجه، والعيله تقطع بعضيها.
والفصول عامله ازاي كده منى؟ فهميني كده الفصول عامله ازاي والمناهج والدنيا عامله ازاي كده في المدرسه؟ الدنيا ايه؟ يدخل لنا مدرس ما فاهمش هتاخد معاه مجموعه على درس اجباري يا ما يشرحش يا ما ينجحش يا ما ينفع يا ما يشرحش المدرس يا ما يشرحش. واحنا جنبنا تاخدي معاه مجموعه او درس يا ما يشرح. ودرس ايه اللي بيتاخد في كي جي ده؟ ايه شكله ايه الدرس اللي بيتاخد في كي جي ده؟ هزارز زي مدارس انت عارفه الماس والانجليزي يعني. دلوقتي احنا عاوزين نحاول ماسين ما قادرينش على المديره اللي جنبنا هنا جنبنا الشيماء اللغات على طول. كتير محاولانا الشيماء على بهتيم واحنا المدارس جنبنا على طول جنب البيت. تمام. لازم تشوفوا لنا حل في الموضوع ده. المواصلات في الصبح يا ربنا يعلم بيها. طيب وكل سنه بتزيد وانت عارفه الظروف البني ادم يعني. تمام. يعني مش ما تبصيش على عيل، انا عندي كذا عيل. طيب انت مودينا يعني مدارس تاني. معلش في الكلمه لازم تسمعيني. سامعاكي. مودينا ليبك مدارس الشيماء ما يقبلش مثلا سن صغير من خمسه وسنه او شهر يتحول لك من مدارس، المدارس توديهم لك مدارس حكوميه عاديه وحط لهم فاصلين احتياطي، يخش مدارس عادي يا ما يخشش، والعائله يروحوا تيجي تلقيناه مكانه قاعد، عارف ايه ما عارفش حاجه، تسال المدرس يقول لا دي مجموعه دي درس دي مش عارف ايه، طب انا قال لها مواصلات، انا كل صبحين يا 15 جنيه مواصلات واكل وشرب للواد بس لوحده. انا كفك دي. طيب انا عندي كذا عيل استاذه منى، لازم تشوفوا لنا حل في المواضيع دي، احنا جنبينا على طول اللغات جنبينا اسمها الشيماء رسميه. شوفوا لنا التحولات. طيب تابعيني منى معلش، وفيها مكان فاضي كثير، ممكن لو تبرعنا كل واحد غصب عنه يتبرع بفلوس نبنوا مبنى فيها وتاخد العيله المرميه في بهتيم دي. طيب تابعيني بعد اذنك منى. انا معايا غصب عني عشان انا ام قلب محروقه كل صبحيه نودي الواد والعربيه. لا عندك حق، انت عندك حق. بصي والعربيه ما تجيبيها عايزه تاخد ابنك وفيها احسن 10 12 عيل، العيل ب 200 جنيه، طب انا ندفع العربيه 200 جنيه وندفع اكل ولا شرب ولا اخواتي التانيين؟ تبع المدرسه دي لا ولا تبع ايه؟ لا مش تبع المدرسه، ده انت تجيبيها على حسابك يعني يكون جايب كام عيل معاه. والواحد الطفل الواحد 200 جنيه؟ و180 صدقيني، وابعتي شوفي قدام المدرسه يعني. اسالي كثير هناك. تمام. كذا انت عارف المجمعات هناك بهتيل. احنا كفو كده وكده، انت عارف المعيشه وعارف الظروف يعني. طيب شكرا يا منى، وتابعينا لو سمحتي. نسمع بس رد استاذ طارق دلوقتي. فندم الزياده كده مبالغ فيها، مش 3% ولا حاجه. هو انا خليني اقول لحضرتك ان دي مدارس حكوميه، خلي بالك دي مدارس رسميه مش مدارس خاصه. ايوه فدي هذه المدرسه مدرسه رسميه مش تبع التعليم الخاص. فالمفروض هي تعمل ايه يعني؟ مش لا هو احنا طبعا انا كتبت الملحوظه وهنبلغ بيها المختصين المسؤولين عن اداره التجريبيات في الوزاره ونشوف مدى صدق مدى صحه المعلومه ولا المدرسه بتعمل حاجه غلط. تمام. لكن بس هي المدرسه حكومية. من حق التجريبي ليهم مش ليهم نسب برضه؟ ليهم نسب بس انا للاسف مش معلومه بالنسبه لي بشكل دقيق. تمام. عشان اتكلم فيها، لكن هبلغ المسؤول عن ده ان شاء الله وهوافي حضرتك. تمام. طيب هنرد عليك يا منى لو سمحتي، حاولي تتواصلي معانا تاني لان يعني الموضوع فعلا دي مدرسه تجريبي حكومه بس برضو كده بيعملوا برضو يعني واضح ان في مخالفه في المدرسه اللي انت بتتكلمي عليها. معانا هاني من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ هاني، اتفضل. انا عايز اشارك بس برايي بعد اذنك. ايوه يا فندم اتفضل. التعليم المفروض مرحله الابتدائيه المفروض نهتم بيه اهتمام زي النظام التدريبي، يا ريت نعمم من نظام التربيه والتعليم في الابتدائي كله يبقى نظام تدريبي. المشكله الموضوع مش موضوع ماده، اللي بدفع في التدريبي 700 جنيه ولا 800 جنيه؟ طب ما انا احاول اكمل 800 جنيه في المدارس الحكوميه وادي الخدمات للتدريبي زيهم، ايه الفرق؟ ما انا عايز اوصل للنقطه دي. على فكره انا مربي لاربع اولاد وعندي بنتي، انا طبعا كنت مقدم في ابتدائي في خاصه بمصاريف عاديه مش لغات عشان خاطر اقيمها وسط طلبه كويسين وتعليم كويس. ده في الخاصه بمرحله معينه معينه من التعليم عشان انقلها بعد كده في حكومه. تمام. ونقلتها نقلت ولادي والحمد لله طلعوا من اوائل الجمهوريه ودخلوا هندسه. فانا بتكلم في نقطه المفروض تحلوها من دلوقتي. التعليم المفروض من فتره الابتدائي يبقى نظام تدريبي كله يعمم، والموضوع كله هو التعليم تعليم دروس خصوصيه دلوقتي. فانا لو يعني لو زرعت في الفكر تعليم اللغات التدريب ورفعت ثمن التقديم بتاع المدرسه بدل 50 جنيه ورموز
يعني ما تذكرش في الوقت الحالي ده، خليتها 700 جنيه للطلبه وعملت بقى التعليم التجريبي كله، هيبقى افضل كتير كتير وهنطلع جيل يعني مثقف. طيب المشكله عندنا في الابتدائي ان احنا ما فيش مدرسين بيهتموا للطلبه من حاجات كتيره، يعني ما فيش بذل مجهود في المدرسه. وطبعا التربيه والسلوكيات دي حاجه ثانيه خالص. يعني المفروض احنا نعمل اختبار للطالب اللي داخل، نعمل اسلوب تربيه معين ونغير من منهج التعليم، نخلي الطالب يحب المدرسه، يحب فكر التعليم. المشكله دلوقتي لو الطالب حب التعليم هيتعلم كويس، هيفكر كويس، هيتعامل كويس. طبعا غير السلوكيات اللي في البيت هتتغير لما يلاقوا الطالب بيتصرف صح. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ هاني وهعلق على كلام حضرتك. معانا مين يا جماعه؟ معانا تليفون. طيب الخط قطع. طب دلوقتي استاذ هاني كان بيتكلم على اعاده هيكله المدارس بحيث ان احنا نستفيد او يعني اعاده هيكله المنظومه التعليميه، اعتقد ان ده موضوع يعني كبير وممكن يعني نناقشه لاحقا. طيب استاذ بدوي، كان حضرتك عندك اعتراض على قصه ان الواحد يعلم ابنه بره مصر اوفر، بس حضرتك مش شايف ان في ناس كتير بتلجا لده؟ المدارس والجامعات في لندن وفي اسبانيا ارخص من مصر؟ لا يمكن طبعا تكون ارخص من مصر. لا يمكن. لا ارخص فعلا في بعض الجامعات والمدارس. ده احنا بنقول ان اولا عشان لم شم يعني الاسره، اولا عدد المدارس الدوليه في مصر مش كبير، قليل جدا، ما يوصلوش 200 مدرسه او 150 مدرسه على مستوى الجمهوريه. ولا لا يا استاذ طارق؟ حوالي 240 مدرسه. 240 مدرسه. امال ليه الناس كتير بتلجا لده؟ بتلجا المدارس الدوليه عشان زي ما حضرتك بتقول ما يسافرش بره. لا بتلجا يعني لان هم يسفروا الولاد بره دلوقتي يا فندم. قليل عدد معظم الاولاد هنا النهارده اتيح التعليم الدولي في مصر. بس ناس كتير بالنسبه للتعليم الدولي بيشتكوا من المصروفات، وبلس ان هم بيشتكوا كمان ان اللي بيشتكي من المصروفات اللي ممكن يسفر ابنه بره لانه هيكلف اضعاف اضعاف. انا سمعت انا بس أضعاف بس أضعاف. انا سمعت ان الناس اللي بتسفر ولادها بره بيقولوا لا هو يعني انا بدفع تقريبا يا نفس الموضوع يا اما اقل. يا فندم 70,000 جنيه يعني كم دولار؟ ما انا 70,000 جنيه ده فندم في حاجات ب 100 و 150 حتى 200,000 جنيه كم دولار؟ ده ما الاقامه بس بتاع ابنه لوحده او لو خد ده هتبقى اغلى من كده. ده احنا بنوفر له تعليم متميز هنا في مصر، ويبقى الطفل مع الاسره، يبقى في حاجه تانية خالص لما تبقى لم شمل الاسره في مكان واحد غير ما يبقى الابن في جهه والاب والام في جهه. طبعا ده مش مظبوط. تمام. بس برضو وحضرتك برضو كنت معترض على نقطه ان هي ده يعني اصبح ان الموضوع ان الاداره بتتعامل يعني مثلا بعد موضوع الدولار اصل المدارس غليت واحنا ماشي مش عارف ايه، فلا اصل احنا لا هو بعد اذن الاستاذ طارق فعلا بعض المدارس الدوليه مظلومه اللي هي بتدي بالدولار، وخاصه مدارس كنديه بيبقى عدد كبير منها الالمانيه، عدد كبير اجانب بيبقى موجود عنده، النادي تبقى منحه من المانيا بيجيبوا له المدرسين عشان اللغه الالمانيه. النهارده اصبح لازم يديهم بالدولار. لو هي سعر الدولار كان 7 جنيه النهارده وصل الى 15 و17 جنيه برضه مش هيقدر يوفي بالتزامات العمليه التعليميه. يعني هو يعني كمسؤول عن المدرسه هيجي في وقت مش هيقدر يوفي بالعمليه التعليميه. احنا كمان عاوز اتكلم عن المدارس كمان اللي هي الخاصه انها هتيجي في وقت من الاوقات بعد اذن الاستار انها مش هتقدر برضه توفي التزاماتها. النهارده مع غلاء الاسعار هل نسبه ال 11% اللي هي هتثبت 5 سنين من مدرسه مصاريفها 2000 جنيه يعني حوالي 10 يعني 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 تعتبر 200 جنيه تقعد 5 سنين اثبتها وسنه الاساس اللي هو يحسب عليها ال 200 جنيه هتدنا يعني المدرسه مش هتزيد لمده 5 سنين 200 جنيه سنويا، هل دي توفي بالعمليه التعليميه؟ هل هيقدر؟ رزمه الورق كان بيشتريها بكام؟ ب 15 جنيه كنا بنشتريها ب 25 جنيه النهارده بقت وصلت 70 جنيه. طب هيقدر يعني دي اقل حاجه بقول لحضرتك عليها. معلش نعم. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه يعني المدارس انت كلام حضرتك طبعا مظبوط 100% نعم. بس انا دلوقتي عندي المواطن طب هيعمل ايه؟ طب ما الاجور مش طب هتبقى موافيه مع نفس الشيء بالنسبه ما احنا عايزين نراعي الطرفين زي ما قال الاستاذ طارق بالظبط. عاوزين نراعي المدرسه علشان تقدر توفي بالتزاماتها. احنا مش بنقول مكسب، لا مش احنا عاوزين نمشي ونواكب بس الحياه تمشي وبنتحمل زي ما الدوله بتحمل والمواطنين بيتحملوا. لكن هيجي في وقت هتوفي التزاماتك منين؟ مدرسين بقى عليك ضرايب بقى عليك تامينات، التامينات اترفعت الحد الادنى بقى 400 جنيه النهارده. كان الاول كان مسموح باقل من كده.
فندم احنا يعني كنا متوقعين بصراحة ان في مبادرات كتير بتتم تخفيضات، احنا قلنا هنخفض مش هنعلي. خفض من ايه؟ ما اسلام محسوبة، ما دي اسمها حساب تكلفة الطالب. ما انا ليه 15% ممكن اتنازل عن 10% منها 5%، وعلى فكرة 5% ما بيقدرش ياخدها صاحب مدرسة النهاردة لانها طيب. بتخش في ملتزمات العملية التعليمية برضه. طيب انا هسمع رد الاستاذ طارق على الكلام ده يعني. خليني اقول لحضرتك عندي تعليقين بس. الجزء الاول وهو خاص بالاجانب اللي بيعملوا في المدارس الخاصه، قانون العمل قانون 12 لسنه 2003 حدد نسبه الاجانب اللي بتعمل في في كافه مناحي العمل في مصر انها تكون 10% من عدد العاملين، حد اقصى 10% من عدد العاملين في المنشاه. كان عندنا للاسف الشديد في سنوات سابقه كان عندنا استثناءات في هذا الامر بالمخالفه لاحكام القانون. تمام. بالتواصل مع وزاره القوى العامله قدرنا نخلي الاستثناءات دي تقف تماما ونتعامل على نسبه 10%. فايده نسبه 10% فلسفتها اساسا وضعها في القانون انه العماله المصريه ممكن تكتسب خبرات من العماله الاجنبيه في مجالات التخصص النادر، وفي نفس الوقت لا تطغى العماله الاجنبيه على العماله المصريه. احنا ده بنطبقه دلوقتي بشكل قانوني ان شاء الله يكون جيد، علشان برضو ما نرجعش تاني لقصة الدولار، لان زي ما قلت لحضرتك كده قانونا التعامل بالعملة الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية مجرم بحكم القانون. يعني انا عندي القانون 88 بتاع البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر في المادة 111 منه قال ان التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراء وبيعا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، واضاف لده نص قانوني اخر جرم المسألة بشكل أكثر قسوة، جعلها عقوبة في مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات سجن، وغرامة لا تقل عن 1,000,000 جنيه ولا تتجاوز 5,000,000 جنيه أو قيمة الواقعة بتاعت مخالفة التعامل بغير العملة المصرية داخل جمهورية مصر العربية. تمام. وإحنا نبهنا زملائنا أصحاب المدارس الخاصة في كل مكان في مصر، وأعلننا ده في أكتر من وسيلة إعلامية عشان الناس تبقى عارفة أنه إحنا في بلد قانون، لازم نعمل أحكام القانون بشكل جيد إن شاء الله. تمام. فحتة أن إحنا بنزايد المصروفات تزيد عشان الدولار اتعوم، كل الكلام ده يعني ما نقدرش نقول ان ده كلام صحيح او دقيق، لكن نقدر نقول انه اذا كانت مقومات العملية التعليمية زادت فكلنا شايفين ده في حياتنا كلها. طيب. في كل حاجة انا هرجع برضو لحضرتك مرة تانية، اسمح لي بس يعني نرد على تساؤلات السادة المواطنين. معنا عبد اللطيف من المنوفية. الو صباح الخير يا فندم. صباح حضرتك ولضيوف حضرتك الكرام. الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا. قناه دريم اللي دايما بتعرض مشاكل وهموم المصريين كلهم عموما. اشكرك يا فندم. أنا, انا انا هتكلم على حاجتين استفزوني. حاجه شفتها عندك في صباح دريم ان في مدرسه امريكيه في المعادي من ضمن مناهجها في التاريخ ان اسرائيل انتصرت على مصر في 73، ولان الاسرائيليين من شعب راقي وشعب متقدم عملوا سلام مع مصر. وده دليل على ان وزاره التربيه والتعليم ملهاش اي رقابه على المدارس الاجنبيه. الحاجه الثانيه حضرتك، المدارس بقى الخاصه وخاصه المدارس اللي هي قبل الابتدائي والابتدائي بيعملوا حاجه عباره عن متر في 20 سنتي في 2 متر كشك حديد يجروا جرار زراعي صغير وبيمشي على الاولاد من بيوت المدارس بدون مبالغه. كشك حديد عباره عن قفص حديد يعني القروض والحاجات اللي بنصطادها من الخبر بالنص. ده دليل على ان مفيش رقابه لوزاره التربيه والتعليم. مش مشكله المناهج كمان، مشكله المدرسه اسلوبها شكله ايه؟ لان انا لما احط طفل في قفص حديد يعني دي قمه انتهاك لادميه الانسان. طيب الحاجه حضرتك المهمه كمان يا استاذ عبد اللطيف، المدرسه دي اسمها ايه اللي انت بتتكلم عليها دي؟ لا انا ما انا بشوفهم في الطريق يعني. لا احنا بس معلش ثانيه واحده بحر الصيف. انا محتاجه اعرف استاذ طارق عايز يعرف المدرسه دي ايه علشان يتم محاسبته. ما احنا مش هنقول كلام كده في المنطقه يا استاذ عبد الله. المدارس اللي موجوده في القرى والاقاليم بلا استثناء مكانها فين؟ طب يا فندم في المنوفيه. يعني في القرى اللي مركز شبين الكوم ومركز الشهداء ومركز سلا، كل المراكز اللي موجوده في، ومش في المنوفيه بس، لا ده في الجمهوريه. انا بلف في اي مكان بلاقي في القفص الحديدي ده. حضرتك الحاجه حضرتك الثانيه ان احنا الى الان لحد النهارده
بعض الحضانات والكي جي 1 والكي جي 2 اللي بيشغلها جماعه الاخوان المسلمين لحد النهارده. وقلنا في ناس كتير واتكلمنا ومحدش بيسال. المشكله مش المشكله انها بتدس فكر جماعه الاخوان في الاطفال الصغيرين دول يطلعوا منتمين. فارجو وزاره التربيه والتعليم تهتم بالموضوع ده. طيب لو سمحتي لي انا ليا رساله للاستاذ رئيس مجلس الوزراء ممكن صغيره. اتفضل. احنا لما بنيجي نعين غفير نظامي بنقول من ضمن مصوغات تعيينه الا يكون قد اتهم هو او اقربائه من الدرجه الاولى بتوع مخله بالشرف والامان. اما نشوف الاستاذ سمير صبري وبعض القنوات على حتى دين اتكلموا في الموضوع ده اتهموا السيد محافظ النفاي باتهامات خطيره ولم يرد السيد محافظ النفاي. احنا بالنسبه لنا مستفزين. انت ما بتردش ليه؟ واذا كان في واحد على 10 من الاتهامات دي الاداره المحليه ساكته ليه؟ طب انتوا لازم تقولوا للناس ان الراجل ده يا مظلوم يا انه مدان ونشيله. ارجوكم يعني احنا يعني ارجوكم احترموا عقولنا يعني. هرد على كلام حضرتك والجزء الاخراني هنتابع مع حضرتك بس عشان هو بره الموضوع شويه. وبشكرك استاذ عبد اللطيف. معانا عم رجب من الاقصر. صباح كريم وحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا عم رجب. اهلا وسهلا. تحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لاحسن فريق اعداد. اهلا بك يا عم. صراحه انت والاستاذه منى ربنا يديكم الصحه والعافيه. شكرا يا عم رجب. واولادكم وفحفتكم وفي كل حي عشان بتوصلوا صوت الغلابه اللي زعلت. شكرا يا عم رجب. اتفضل. بالنسبه عندنا في مركز اسنا بنتي في التجارة دفعت الفلوس ونص الفصل الأولاني ما خدتش الكتب. معرفش أنا معرفش ما الكتب يعني لغاية دلوقتي؟ والله وخليها تكلمك يا رحاس. فين؟ تعالي تعالي كلمك. دي مدرسة إيه؟ هي هتقول لك والله يقول لك. طب هي ماشي. ألو. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام. إزيك يا أستاذة مها؟ الحمد لله. اتفضلي حبيبتي. أنت اسمك إيه؟ أنا رحاب رجب. رحاب اتفضلي يا رحاب. انا دفعت المصاريف ولحد الان ما استلمتش الكتب كلها. طب يا حبيبتي مدرسه خاصه دي ولا مدرسه ايه؟ لا مدرسه عاديه في اسنا. في اسنا. اسمها ايه المدرسه دي يا رحاب؟ تجاره. اسمها تجاره. مدرسه اسمها ايه؟ تجاريه يعني؟ ثانوي تجاري. ايه؟ ثانوي تجاري. اه طب هستأذنك في حاجه يا رحاب، ممكن لو سمحتي بس تدينا يعني تدينا الزملاء في الكنترول رقم المدرسه بس وعنوانها واسمها لو سمحتي عشان نشوف حكايه الكتب اللي ما استلمتيهاش دي. شكرا رحاب. معانا ابراهيم من الجيزه. ابراهيم. ايوه صباح الخير. ايوه صباح الخير. ايوه صباح النور. ازي حضرتك يا استاذه مها؟ الحمد لله. اتفضل يا استاذ ابراهيم. كنت بسأل بس يعني حتى الآن لم يتم تحديد الرسوم المصروفات الدراسية السنة دي. مصروفات بالنسبة لإيه؟ حدد لي. بالنسبة لمدارس اللغات الخاصة؟ يعني ما تحددش الرسم السنة دي بالرغم إن قرار الوزير طلع إن مجموع الرسوم نفسها. طب معلش يا أستاذ إبراهيم بس معلش أستاذ طارق بيقول لك مدرسة إيه دي بالظبط والمصاريف كانت كام وبقت كام يعني عايزين نعرف بس التفاصيل مش فاهمة. مدرسة فضل للغات. مدرسة فضل. إيه؟ فضل. 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 مدرسة فضل للغات في فضل. يعني هم بيقولوا لك إيه دلوقتي؟ أنت دفعت كام السنة اللي فاتت؟ أنا السنة اللي فاتت دفعت الابتدائي 8300. 8300. السنة دي بقى قال لك ايه؟ دفعت 5000 اللي هو القسط الأول. والمفروض إن هم هيعلنوا ما أعلنوش. كل ما أسأل طب بقية المصاريف كام مش عايزين يقولوا مش عارف. طب إيه يعني أنت وأنت بتدفع السنة الجديدة ما سألتهمش مجمل المصروفات كام وأنت دفعت ال 5000 القسط على أساس إيه؟ ده يعتبر اعتبريه الجزء الأول أو القسط الأول من الرسوم بتاعها. فانا يعني في حاجه غريبه، هل ده على كل المستوى المدارس ان لم يحدد بعد مجموع مصروفات العام الدراسي السنه دي رغم من ان القرار طلع وتطبيقه سهل؟ يعني لو قلنا مثلا 11% سهله نعرف نحسبها او 3% او احنا مش عارفين ليه ما حددوش. دفع القسط الاول امتى؟ انت دفعت القسط الاول امتى؟ قبل الدراسه في الصيف يعني تقريبا في شهر 7.
طيب هنرد عليك حالا يا استاذ ابراهيم، هناخد بس تليفونات نرد على الناس ورا بعض عشان ما استنوش كتير. معانا الهامي من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل. بعد اذن حضرتك، والله في مشكله بالنسبه لمدينه كفر زيات، ما فيهاش مدرسه تجريب، والمدارس التجريبيه كلها في القرى واللي حوالين كفر زيات، مدرسه ديار ومدرسه ابو الغار. ايوه. كفر زيات كمدينه ما فيهاش، واخده قرار ببنى مدرسه عمر بن الخطاب في كفر زيات من 2012 وما اتبنتش لحد دلوقتي، وليا اتنين من اولادي 2012 وكنا قابلنا السيد المحافظ الغربيه عشان خاطر قرار اعاده بنى المدرسه من 2012 لحد النهارده المدرسه ما اتبنتش، واولادي بيروحوا مدرسه حكومي عاديه اللي مديين لمدرسه عمر بن الخطاب دورين في اخر المبنى من فوق، الكيجي بياخد في الدور الخامس، اولادي بيطلعوا الدور الخامس في مدرسه حكوميه. ولحد دلوقتي مدرسه عمر بن الخطاب تم هدمها ما تمش بناها، واحنا مش عارفين القصه، يعني اولادي هيتنهم لحد امتى ياخدوا يروحوا في اخر دورين في مدرسه حكومي، ومش عارفين كل سنه العدد بيبتدي يزيد، وهيكون الحل ايه بعد كده احنا مش عارفين. طيب هنرد على حضرتك يا استاذ الهامي، بس يعني تعقيب بس صغير كده، وقصه ان المدرسه تبقى خمس ادوار دي مشكله كبيره، ويعني اعتقد ان مواصفات المدارس النموذجيه ان ما تبقاش فيها سلالم وادوار كتيره منعا لحدوث الكوارث والحوادث، خصوصا ان دول ولاد صغيرين كيجي بيطلعوا خمس ادوار على رجليهم، يعني لا تعليق الحقيقه. طيب ناخد هبه من القاهره. هبه معانا؟ هبه معانا يا جماعه ولا مش معانا؟ طيب مش معانا. طيب احنا نعلق بس استاذ بدوي، كان حضرتك تعليق على الموضوع بتاع المدرسه بتاعت فضل دي اللي كانت محددة. هو طبعا دفع قبل ما يطلع القرار الوزاري بالزيادات اللي هي قالها الاستاذ طارق، اللي هي من 11% ل 3%، لكن لو راح النهارده المدرسه هيقولوا له المصاريف اللي باقي عليك قد ايه؟ يعني هو يروح تحددت خلاص. هو دفع المصاريف قبل بدايه العام الدراسي، كان لسه القرار الوزاري لم يصدر بتحديد الشرائح اللي هي من 11 ل 3%. تمام. القرار الوزاري فهو شارح، هو بيقول 8000 السنه اللي فاتت، يبقى المشكله كمان ايه؟ ان الناس بتحسب كل اللي بيدفعه في المدرسه، في حاجه اسمها مصروفات اضافيه وفي حاجه اسمها مصروفات تعليم. تمام. وبيكتب له في الايصال على مصروفات التعليم بتاعته يحسب نسبته اللي هي في الشرائح دي. طيب بالنسبه للاستاذ عبد اللطيف اللي كان بيتكلم على موضوع المدرسه اللي بتتكلم اللي هي بتعمل مغالطه في المناهج بالنسبه لحرب 73 وان اسرائيل انتصرت على مصر والكلام الفاضي ده، الكلام ده طبعا كلام مش يعني حتى لو كانوا هم بيعملوا كده، المدرسه تبع السفاره الامريكيه مش تبع وزاره التربيه والتعليم يا استاذ عبد اللطيف، بس عايز اسمع تعليق من حضرتك يا استاذ طارق. هو المدرسه تبع السفاره، وانا عارفه ان هي تبع السفاره وعارفه المدرسه دي اللي في المعادي، بس يعني هو ما فيش حد بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ ما المدرسه في مصر. خليني اقول لحضرتك ان احنا بالفعل تحركنا بشكل سريع بمجرد مواصل لينا ده من جانب تعليمات معالي الوزير، انتقلنا فعلا للمدرسه والكتب بتاعتهم قيد المراجعه، واخد بال حضرتك؟ مع الوضع في الاعتبار ان خلينا ناخد الصوره العكسيه زي ما حضرتك قلتي، انه مدرستي اللي موجوده في اي دوله لجاليتي اللي موجوده في اي دوله اخرى. المدرسة المصرية اللي موجودة في أي دولة أجنبية. هل من حق أي دولة أنها تتعقب على مناهجي الرسمية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية اللي أنا بدرسها لأولادي؟ فهي النظرية كده، لكن لما يكون في مغالطة فجة بالشكل ده، ده اللي خلانا نتحرك بشكل سريع عشان نتيقن من مدى صحة المعلومة. مغالطة في التاريخ أنا بعمل كده. بقول لحضرتك مغالطة فجة. واخد بال حضرتك؟ فالتحرك كان سريع جدا، وهي دلوقتي قيد المراجعة بالنسبة لكتب التاريخ والجغرافيا. طيب هيتم التعليم. طيب معانا طيب ايمان من القاهره. ايمان. الو. ايوه. الو. ايوه يا ايمان سامعينك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازاي حضرتك يا مدام مها؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. انا بعد اذن حضرتك انا اسفه جدا، انا مش هتكلم في موضوع الحلقه، انا هتكلم في حاجه يعني بالنسبه لي وبالنسبه للمصريين كلهم حاجه مهمه جدا جدا جدا. بعد اذنك انا اسفه جدا جدا للاستغاثه يعني مني لقناه دريم اللي زي عندك استغاثه. طب اتفضلي حبيبتي سريعا، اتفضلي.
اولا حضرتك اول حاجه بالنسبه للشقق اللي كنا مقدمين عليها دلوقتي بيقولوا لنا بتاع في شركه فوري. انا شركه فوري دي انا ما اعرفهاش وبالنسبه لي مش مصدر شقق. ايه يا ايمان تبع ايه الشقق دي؟ وزاره التضامن ولا تبع المحافظه وتبع ايه؟ لا تبع وزاره الاسكان. وزاره الاسكان. انا عملت مداخله قبل كده مع المتحدث الرسمي معاكي. بس حبيبتي هو مش بنك الاسكان والتعمير اللي بياخد الفلوس؟ لا دلوقتي لا إيه؟ سوري. انا اضمن لي ان انا اروح بنك الاسكان والتعمير او اضمن لي ان انا اروح جهه حكوميه ادفع فيها ان الفلوس دي. ايوه ما احنا عارفين ان وزاره الاسكان اللي تبعها وبنك الاسكان والتعمير هو بياخد الفلوس يا حبيبتي. ايوه بس انا فوري عايزه مسؤول حكومي من وزاره الاسكان يكلمني ويقول لي اولا الشركه دي يعني موثوق فيها ولا ممكن الشركه تقفل؟ ممكن هو صاحب الشركه ياخد الفلوس ويمشي؟ ممكن بياخدوا منك رسوم طبعا الشركه دي. روح لبقاله ادفع عنده. هو ده كلام؟ هو احنا وصلنا لده. طب بصي يا ايمان معلش ممكن ما تقفليش. معلش انا اسفه جدا يعني بس انا مش هقدر اتناقش معاكي كتير بس انا هاخد رقمك لان اللي انت بتقوليه ده كارثه. شكرا يا ايمان. معنا احمد. صباح الخير. صباح النور يا احمد. اتكلمنا منين؟ طبعا هو شيء مستفز جدا على موضوع المغالطه التاريخيه في المدرسه الامريكي بس انا عندي كمان يعني بقول بلفت انتباه الناس على المغالطه اللي احنا بنعملها. يعني هم بيعملوها هم امريكا وبيقولوا ان هم كسبوا الحرب. طب احنا بقى كمصر اما نعمل مغالطه في التاريخ ونشيل تاريخ رئيس مبارك ونشيل تاريخ كل قاده 73 ونقول ان هم ما عملوش المدرسه دي اللي شالت التواريخ دي ويعدي تحرير طابة من غير ما نقول مين اللي رجعها. انا برضو يعني بسال المغالطات اللي في التاريخ دي انتوا غيرتوا التاريخ يعني قلتوا على 25 يناير ثوره مجيده لغيتوا تاريخ الرئيس مبارك غيرتوا كل التاريخ فمين مسؤول عن ده؟ يعني الرئيس السيسي برضو ما بيشوفش المناهج بتاعت مصر يعني احنا في مصر يعني ما بنشوفش المناهج بتاعتنا. طبعا انا ضد اي تغيير في التاريخ او اي تزييف في التاريخ سواء في امريكا او مدارس امريكانيه او مدارس مصري بس احنا برضو نشوف نفسنا واحنا برضو نحاسب نفسنا على اللي بنعمله وعلى اللي بنعلمه لاولادنا وعلى الجيل اللي طالع. تمام شكرا يا احمد. معانا جمال من الفيوم. سلوى ركني على الخط ده. سلوى. ايوه جمال حاول تكلمنا تاني معلش الخط قطع. سلوى اتفضلي يا سلوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دلوقتي انا حفيدي دخلوه تجريبي السنه دي هو ساكن في مدينه الفردوس ودوه مدرسه في المنطقه السادسه وفي طريق الواحات ورا الجبل وقالوا لهم ادفعوا المصاريف ها وفي كي جي 1 واقعدوا في بيتكم وهنسكنكم السنه الجايه على كي جي 2. يعني طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو بيتعلم ايه دلوقتي؟ ما بيروحش مدرسه؟ لا 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 ما بيروحش المدرسه. وبعدين المدرسه هو في الحقيقه هو في مدينه الفردوس في اكتوبر يا مدام سلوى. في المنطقه مدام سلوى لو سمحتي بس فهميني هو دلوقتي اللي قالوا له اقعد في البيت ده مين اللي قال له اقعد في البيت واقعد في البيت ليه؟ الاداره التعليميه في 6 اكتوبر ليه؟ قالت روح ادفعوا المصاريف في 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 المدرسه. احنا طبعا ما نعرفش كناش نعرف المدرسه دي مش موجوده على الخريطه خالص. رحنا عشان نقدم للولد هناك وندفع المصاريف بعيد عن سكنه بدرجه فظيعه في المنطقه حته اسمها المنطقه السادسه ورا عند ابن بيتك ورا طريق الواحات. أيوة. جبل. جبل. رحنا دفعنا المصاريف وقالوا له هو ما فيش اماكن والوزير والمحافظ قالوا يتسكنوا على كي جي 1 وندفع المصاريف والسنه الجايه تنقلوه مدرسه قريبه في قريبه من بيته على كي جي 2. الفردوس يعني فيها اماكن ليه ما ودهوش؟ الفردوس في نفس المنطقه بتاعته اللي ساكن فيها. طفل زي دوت امن عليه حتى لو معاه سواق امن عليه في منطقه زي دي ازاي؟ وبعدين هم ما قعدوهمش ده عشان يسكتونا عشان كان في كثافه جامده والتنسيق بتاع التجريبيات وقلق وراحوا قعدوا واظن الموضوع ده اتعرض عندكم في دريم. اولياء الامور راحوا قعدوا قدام المحافظه وقدام وزاره التربيه والتعليم وعشان يرضونا سكنوا العيال على المدارس دي. السنه الجايه بقى ان شاء الله نبقى ندخلهم كي جي 2 ويدفعوا المصاريف ويقعدوا في البيت. هل ده حل؟ طب طيب طيب هنعقب على كلامك. معانا علي من البحيره. علي من وادي النطرون. من وادي النطرون اهلا بيك يا فندم اتفضل. اهلا بيك يا استاذه. لو سمحت الاساتذه اللي قدامك عارفين ان التعليم بايظ من كله مش بس يعني
المنظومه بايظه خالص. حضرتك الشكوى بتاعت حضرتك ايه يا فندم؟ نعم ايه يعني انا مش فاهم الشكوى بتاعت حضرتك ايه بس ننقلها للساده المسؤولين. الشكوى حضرتك العيال ما بيروحوش طول السنه خالص يحضروا اي حصه واخر السنه يروحوا للمدرسه يمضوا وانتحلوا الاساتذه يدوا لهم على السبوره ويمضوا يطلعوا خلاص ما بيروحوش خالص نهائي 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 في وادي النطرون. في وادي النطرون ده انت في المدارس اللي عندكم كلها؟ ما حبيت حضرتك لو جيت تفتيش هتلاقي العيال الطلبه اللي هو في الدبلوم ما بيروحش الا اخر السنه اللي في الابتدائي ما يروحش الا اخر السنه. بس انا وصنايع وصنايع اه طيب يعني المدارس اللي حضرتك بتتكلم عليها دي ده احنا محتاجين احنا بقى انت قصدك المدارس الفنيه كمان؟ اللي احنا عمالين نقول نطور فيها وعايزين ننهض بيها علشان الصناعه وعايزين نشغل المصانع بكل طاقتها. انا اسف على الخروج من الموضوع بس يعني الظرف حكم ان احنا لازم نتكلم على الموضوع ده. بالنسبه لقصه مدام سلوى انا بس مدام سلوى احنا هنشوف بس المدرسه دي ايه بالظبط ونحاول نكلم الساده المسؤولين. لو سمحتي حاولي بس تبعت لنا اسم المدرسه وعنوانها بالظبط. معانا هبه من القاهره. هبه ايوه صباح الخير. صباح النور يا هبه. بعد اذنك انا كنت بتكلم عن موضوع زياده المصروفات بتاعت المدارس. زياده المصروفات ايوه اتفضل. ايوه احنا في مدرسه خاصه في مصر الجديده المفروض ان المدرسه مستواها يعني فوق المتوسط بشويه وهي مدرسه لغات. المدرسه زودت مصروفاتها في خلال السنتين اللي فاتوا 2000 جنيه في كل سنه. ال 2000 جنيه قيل من قبل المدرسه ان ال 2000 جنيه دول نتيجه اعاده تقييم. جه قرار من وزير التربيه والتعليم بالغاء اعاده التقييم. وبعدين طلع قرار تاني من وزير التربيه والتعليم بالغاء قرار الغاء اعاده التقييم. تكلفه الطالب اللي الاستاذ كان بيتكلم عنها انا بالنسبه لي بنتي في مدرسه كثافه الفصل فيها فوق ال 35 طالبه. الفصول غير مكيفه. المدرسه ما فيهاش الاكتيفيتي القوي لدرجه ان انا ادفع في السنه 10,000 جنيه بزياده 2000 جنيه كل سنه تقريبا ده غير زياده الباص بدون ما اخد هذا القدر من الخدمات. ما فيهاش مدرسين اجانب ما فيهاش اي شيء يستدعي الزياده الرهيبه اللي بتحصل. طب لحظه يا هبه المدرسه دي اسمها ايه؟ النزهه يا فندم. الايه؟ النزهه. النزهه مدرسه النزهه. هم زودوا 2000 جنيه كل سنه ومفيش. لا مش كل سنه. ما هي الأستاذة بتقول كل لا سنة. لا هنتابع ده هنشوف. طب هنعمل معاها إيه؟ طب يعني أنا مش عارفة هي بتقول يعني لا لا احنا مش مش تشكيك هو بس احنا هنتابع ده ونشوف وهنبلغ حضرتك مباشرة. طيب أنا بكتب يعني الإجراء اللي يتم في حاجة زي كده إيه؟ الإجراء اللي يتم في حالة زي كده لو ده فعلا بالشكل ده على طول المدارس بتحط إشراف مالي وإداري. لأن بس المصاريف اللي هم دفعوها دي مش يعني زيادة فوق الزيادة القانونية بترجع لهم تاني؟ طبعا. يعني المفروض ان لو اكتشفنا فيه مخالفه هترجع. لو اكتشفنا فيه مخالفه هترجع لهم طبعا. هترجع لهم طبعا. طيب مع اتفضل يا فندم. بس هي عاده المدارس دي مش مصاريفها مرتفعه بالطريقه دي لان هي اتعمل لها اعاده تقييم وكان في قرار من اللجنه المركزيه في الوزاره ان المبلغ اللي زاد في اعاده التقييم ده يتوزع على سنتين. يعني ما زاد عن 2000 جنيه كان يتوزع على سنتين. تمام. طيب يعني يا ريت نراجع بس نراجع مدرسة النزهة لان هي اشتكت دلوقتي مدام هبه فعايزين بس يعني ناخذ شكوتها في الاتقال. طبعا وهنتابع يا هبه معاكي طبعا وهنرد عليكي اكيد لاحقا. معانا ابراهيم من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ؟ الحمد لله. اتفضل يا فندم. هو حضرتك انا بتابع موضوع الحلقه انا شايف او ليا وجهه نظر مختلفه عن اللي حضراتكم بتتكلموا فيه. الايه يا فندم؟ هي وجهه نظر مختلفه عن اللي حضرتك. اتفضل يا فندم. اتفضل طبعا. اتفضل. انا حضرتك مدرس. المشكله عندنا ازمه ان احنا ما عندناش رؤيه لمنظومه التعليم في مصر. ما عندناش رؤيه لمنظومه التعليم ان كان خاص ولا عام. ليه حضرتك؟ اولا لا احنا بنربط التعليم بسوق العمل تمهيدا بالتعليم الجامعي ولا احنا بنؤهل الطالب نفسيا وذهنيا وعلميا انه يكون طالب نافع لمجتمعه. بمعنى بسيط ان حضرتك التعليم الابتدائي شوفي حضرتك استيعاب الطالب عامل ازاي؟ فصل في التعليم الحكومي عنده 70 80 عيل. انا كمدرس لو وقفت الفصل ده اسيطر عليه ذهنيا ازاي؟ لا اقدر اسيطر ذهنيا ولا نفسيا ولا تعليميا. دي زي كده حضرتك كمان ان الوزاره ما بتاهلش مدرسينها للشغل. المدرس مش مؤهل علميا انه يشرح. طيب كده حضرتك التعليم الخاص ياخد طلبه ياخد قصدي مدرسين مش مؤهلين علميا للشرح
لان مفيش رقابه عليه ولا استنطاق قانونيه يعمل ايه. فبالتالي صاحب المدرسه هو حضرتك اللي بيتوجه انه يقبل مؤهلات غير مؤهله علميا ولا نفسيا لتدريب الطلبه. تمام. طيب أقصد اقول حضرتك انا ما عنديش مسؤول عندي رؤيه. طيب يا فندم هرد على حضرتك حالا استاذ ابراهيم. شكرا. نرمين من المنوفيه. نرمين. طب منى من السويس. الو اودي تكلمي ولا الو اتفضلي يا منى. ايوه حضرتك والله. انا وطي التلفزيون يا منى. انا منى من السويس حضرتك. طب وطي التلفزيون وانتي سامعاني عشان اعرف اسمعك كويس. اتفضلي اتفضلي. اهلا بيكي. انا بنتي في مدرسه الزراعه في السويس اول سنه استنيت. ايوه. فانا بعت فاكس للوزير. طبعا انا هقول لحضرتك المدرسه انا ساكنه في الادبيه والمدرسه في الجناين. عشان بنتي تروح المدرسه الصبح تصحى الساعه 5 الصبح تنزل تروح المدرسه. طبعا اليوم بيضيع. غير كده حضرتك المدرسه من جوه للاسف ما تنفعش للتعليم. الشباب بتشرب. رحت شفت منظر المدرسه من جوه للاسف. قعدت بنتي في البيت عشان المدرسه والوضع اللي جوه مشتركه. وادي السنه اللي فاتت جاب بطن الولد من اولها لاخرها من مطوه. السنه دي جاب وش الولد عشان بنت. طب انت بس ثواني بس انا طبعا مقدره الخوف اللي انت فيه واللي انت بتقوليه ده كارثه. منى لو سمحتي بس قولي لي الشكوى على مهلك عشان اقدر بس انقلها للساده لان ده انا مش هعتبرها شكوى انا هعتبره بلاغ. الشكوى حضرتك ان انا عايزه انقل بنتي من مدرسه الزراعه اوديها ان شاء الله يودوها لي مهني. طيب انا طلبت انها تخش مهني فندقيه 3 سنين. ما طلبتش اكتر من كده. طب بصي بصي احنا طبعا يعني هو ده مش موضوعنا بس احنا طبعا اكيد ضيوفنا هينقلوا ده للساده المسؤولين. انا بس استاذنك لو سمحتي ما تقفليش اخد منك اسم المدرسه وعنوانها لان ده يعتبر بلاغ اللي بيحصل في ده يعني مش مدرسه بقى كده احنا كده واقفين في الشارع فما ينفعش. شكرا يا منى. طيب استاذ بدوي كان عندي سؤال خاص بموضوع المدرس. مدرس المدرسه الخاصه عامل ازاي؟ برضو المدرسه الخاصه مظلومه في الموضوع ده. بعد 306 القرار الوزاري لسنه 93 كان قبل 93 ممكن كان التعيين بمدرسين غير مؤهلين تربويا. انما عشان المدرس النهارده يتعاقد مع المدرسه الخاصه لازم موجه المدرسه ويتعمل له عقد ويتامن عليه كمدرس لازم يكون مؤهله تربوي مناسب للماده اللي هيديها. يعني ما يجيش مثلا في اللغه العربيه اجيب حاجه ثانيه تاريخ يدرس لغه عربيه. لازم يكون يعني الكلام اللي بيتقال ان المدرسين مش مؤهلين وان الكلام ده بيتقال على المدرسين اللي هم كانوا قبل 306. والمدرس لو خد حقيه واشترك بنقابه المعلمين وله عقد ومؤمن عليه في المدرسه قبل 306 ما يقدرش النهارده صاحب المدرسه ان هو يفصله من عمله كمدرس لانه بقى مدرس زي يعني زمان دبلوم معلمين كان مدرس. ايوه يا فندم بس ده بيعمل ضرر. مين يقدر يشيله من مكانه؟ ده هو يعني خد خبرات بقى له 20 سنه و30 سنه. قرار الوزاري ده سنه 93. ما هو ماشي ما انا فاهمه. عددهم نسبتهم كام يا استاذه مها؟ قليل جدا. يعني هتلاقي نص في المية 1%. يعني الكلام اللي بيتقال ان انتوا بتاخدوا مدرسين مش المدارس ممكن الخاصه طبعاً. بتاخد مدرسين حديث التخرج ومش مؤهلين قوي علشان خاطر المرتبات. حديث التخرج بس يكون مؤهل يعني يكون نفس التخصص. يعني قرار الوزاري بيقول لازم يكون متخصص. يعني انا ما اقدرش اجيب زي ما قلت لحضرتك كده مؤهل تاريخ واخريه درس لغه انجليزيه مثلا. لازم يكون اداب لغه انجليزيه او تربيه لغه انجليزيه، واداب لغه انجليزيه بياخد مؤهل تربوي. لان انا بشوف ولاد في مدارس خاصه وبيتكلموا كلام مش معقول يعني بالنسبه خاصه يعني مثلا لو حضرتك بتتكلم على مدرس لغات مثلا لو اتكلمت على الانجليزي ولا فرنش ولا كذا الكلام بتاع الولاد ما بيبقاش مظبوط قوي يا فندم. ويقول انت اتعلمت الكلام ده فين؟ يقول لك من المدرس. طب والمدرس ده يعني مش المفروض يكون مؤهل اكتر من كده لغويا على الاقل؟ هو مؤهل وبياخد دورات تدريبيه على طول بصفه استمراريه. دورات تدريبيه فين؟ في تبع اكاديميه المعلم والمدرسه بتؤهل مدرسينها.
طيب ده بالنسبه بس للمدرسين، حبيت بس اوضح النقطه دي. طيب انا هرجع بس تاني لقصه المناهج اللي الناس اشتكت منها، قصه ان في، انا عارفه يا فندم ان في مدارس تبع الجماعه الارهابيه تم غلقها تماما يعني، بس لحد دلوقتي في مثلا مدرس معين ممكن او التعامل معاها بشكل معين اتحط طيب تحت اشراف الدوله بس. او اتحط تحت، طب في مثلا لو انا فرضا ان انا ولي امر اشتكى ان في مدرسه، احد المدارس الخاصه، لان طبعا حضرتك عارف يعني في مدارس خاصة لسه فيها ناس زي دول بيبث مثلا أفكار معينة أو بيغير في حاجة معينة أو بيقول لهم يفكروا بطريقة معينة، المفروض لما بنعمل الشكوى ولي أمر بيعمل الشكوى، الإجراء اللي ممكن يتخذ معاه؟ وطبعا بيتم التحقق من مدى صحة الشكوى بمعرفة اللجان الفنية المتخصصة بشكل فوري. وعلى فكرة عايز أقول لحضرتك أنه الحالات دي على قلتها، إلا أنه أي مكان الحالة اللي بيتم إبلاغنا بيها بوسيلة أو بأخرى بنتعامل معها بشكل فوري. في الحالات دي إن يكون في مدرسة عندها هذه المشكلة بنتعامل مع المدرسة ومع هذا المعلم بالشكل القانوني. خلينا نقول إن إحنا إذا كنا بنرسخ، إذا كنا بنرسخ المبادئ القانونية في بلدنا فلازم نتعامل بالقانون. بيتعرض للتحقيق، وإذا ما ثبت ده ممكن تصل إلى إنهاء عقده، واخد بال حضرتك، وده وفق أحكام القانون. تمام، بينتهي عقده يعني ما يشتغلش تاني خالص ولا؟ لا، ينتهي عقده في المنظومة اللي بيعمل فيها، واخد بال حضرتك، لأن خلينا نقول إن أي حد بيرتكب مخالفة مش مطلوب إن من المخالفة إن إحنا ننهي حياته، لكن على الأقل يعاقب بحجم المخالفة اللي ارتكبها. اه يعني وفقا للمخالفة طبعا. بس حضرتك مش متفق معايا ان دي مخالفة كبيرة، ان انا ازور في حقائق او اخلي طبعًا اوجه طبعًا الطالب او اولاد في السن ده ان هم يفكروا بطريقة معينة طبعًا ويعملوا طبعًا كذا طبعًا طبعًا. لان طبعا في هو يقول لك انا عندي، انا دي مدرسة خاصة، فكلمة في مدرسة خاصة فانا حر. لا 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 لا، مفيش خالص حاجة اسمها حر. الناس بتقول كده. لا يا فندم، ده في الواقع احنا بنتعامل مع ده بشكل سريع، وعندنا لجان بتتابع ده، وبمجرد ما بتصلنا شكوى وعندنا وسائل التواصل القايمة وموجودة مع وزارة التربية والتعليم، أي شكوى لا يتم إهمالها، وبتتابع حتى إحنا نفسنا بنتابع في مدى اهتمامنا أو مدى إنجازنا لهذه الشكاوى من عدم. تمام. طيب معانا إيمان من أسيوط. طب الخط قطع، إيمان حاولي تكلمينا تاني. معانا محمد من الجيزة. محمد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. بعد إذن حضرتك، أنا كنت عايز بس أسأل السادة اللي موجودين مع حضرتك دلوقتي، لو المدرسة مصرح ليها من وزارة الصحة إن يبقى فيها فصل علمي وفصل أدبي، أو يعني يبقى فيها فصلين اتنين بس ثانوي. ليه من وزارة الصحة يعني؟ من وزارة التعليم. من وزارة التعليم. التعليم. تمام. القرار من وزارة التعليم يبقى فيها فصلين بس ثانوي. فصلين ثانوي؟ يعني انت دلوقتي مشكلتك يعني طب الاعدادي ست فصول، الفصلين الثانوي دول هل هيبقوا في طبعا بنات وفي بنين، البنات لوحدهم، الفصلين دول هيبقوا علمي ولا ادبي؟ ايوه يا فندم، معلش توضيح اكتر بس عشان ضيوفي محتاجين من حضرتك توضيح. دلوقتي انت شكوتك ان عندك مشكله ان في مدرسه كان فيها في اعدادي مثلا ست فصول وبقت في ثانوي فصلين. لا، هي تصريحها في ثانوي، التصريح بتاعها من الوزاره ثانوي فصلين بس ثانوي. يعني هي مدرسه ثانوي ولا مدرسه اعدادي وثانوي؟ المدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي. مدرسه ايه؟ ايوه مدرسه خاصه يعني. المدرسه اسمها كاترين في شارع المجزر في الهرم على المريوطيه. كاترين. شارع المجزر، اوكي تمام. المشكله ايه بقى تاني؟ المشكله ان ابني موجود فيها، وانا كنت محول فيها على اساس انها مدرسه احسن ومدرسه خاصه طبعا. المشكله الرئيسيه انهم في المواد المشتركه ما بين علمي وادبي بيجمعوا الطلبه في فصل واحد. يعني مثلا لو الفصل حوالي مثلا 40 طالب، لما يجمعوا الفصلين او يجمعوا فصلين في فصل واحد بقى العدد 80 طالب. العدد كبير ده في المواد المشتركه ما بين علمي وادب. واخد بال حضرتك، لما رحت اعترضت على الموضوع ده، لان 80 طالب طبعا بيحطوه في فصل صغير ما فيهوش امكانيات، ما فيهوش مراوح حتى، ما فيهوش مقاعد كفايه للطلبه. في ناس بتبقى
واخده بال حضرتك؟ لما رحت اشتكيت الموضوع ده بناء على كلام ابني، مديرة المدرسة الأستاذة منى بتقول لي إن الوزارة عارفة إن أنا عندي تصريح بفصلين بس سنوي، فصل بنين وفصل بنات. طب الفصلين دول لو اتكلمنا عن فصل واحد منهم بنين أو بنات، ده هيبقى علمي ولا أدب؟ مفهوم. طيب دلوقتي الاستاذ حضرتك يعني هي عامله، هي المفروض بقى انها عامله ايه؟ انها عامله اربع فصول، واحد علمي وواحد ادبي للبنين، وواحد علمي وواحد ادبي للبنات. تمام. ومع ذلك لما بتيجي تدي مواد مشتركه بين الاثنين بتجمع فصلين مع بعض. طيب انا دلوقتي فندم الاستاذ طارق كتب الشكوى بتاعت حضرتك وهيراجع الموضوع ده، مدرسه كاترين في شارع المجزر بالهرم. شكرا استاذ محمد. مروه من اسكندريه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا مروه. كان عندي شكوى بخصوص مدرسه فيروز في اسكندريه. مدرسه ايه؟ فيروز في اسكندريه. انا مش سامعه يا مروه. فيمور. الو، فيمور. علي صوتك يا مروه، الشكوى ايه؟ بقول لحضرتك هي مدرسه خاصه بالاسكندريه اسمها تيمور. تيمور، مدرسه خاصه. هي ناشونال وامريكان. المهم في كذا مشكله. اول مشكله مشكله الباص، مزود علينا مصاريف الباص بقت 2400. وكانت كام قبل كده؟ نعم، كانت كام؟ مش فاكره والله بالتحديد، بس تقريبا انا افتكر ان كان زادت تقريبا يعني 3-4. طيب. المهم ان المصاريف بقت 2400 بعد ما زودوا المصاريف. مفيش مشكله، بس الولاد عددهم كتير قوي في الباص، الزحمه. ثاني حاجه، المشرفين، مشرفه الباص والسواق بيسيبوا ابنك في الشارع ويمشوا لو انت ما دفعتلهمش 100 جنيه كل شهر، يعني في حاجه زي فرده كده. ثاني حاجه ممكن ده المشرفه اللي في الباص تدفع لها 100 جنيه؟ تدفع لها 100 جنيه كل شهر، يا اما تسيب ابنك في الشارع والسواق في المدرسه. يا مروه، المشرفه بتدفع لها فلوس والسواق عشان ما يسيبش الولد في الشارع؟ عشان ما يسيبش الولد في الشارع ويمشي، ده غير ان هو ممكن برضه وهو مروحه وهو جايبه يروحوا البيت يسيبه في الشارع ويمشي وما يبلغنيش او يرن عليا ان هو ابنك مثلا تحت انزلي هاتيه، او بصي عليه من فوق شوفيه هو بيطلع مثلا في الاسانسير. انا عندي الاسانسير في العماره بكر، فعاملين عليا فرده ان هو ايه؟ ان انا ما اعرفش يعني، ان ما كنتش ادفع 100 جنيه كل شهر، 50 للسواق و50 للمشرفه، يسيبوا لك ابنك في الشارع ويمشوا. اتكلمت كتير قوي مع اداره المدرسه لحقيقه ان ما انتوا نادي. يعني اشتكيتي ومحدش رد عليكي. نعم. طب بالنسبه لمصروفات المدرسه؟ بالنسبه لمصروفات المدرسه برضو زادت كتير جدا. لا، قولي ارقام لو سمحتي بس عشان بس يعني نعرف الزياده دي، هل الزياده دي قانونيه ولا الزياده فيها مبالغه؟ والله انا مش معايا الوقت دلوقتي، هو مع جوزي بالظبط، بس انا كنت فاكره ان جوزي قال لي ان الزياده كانت كبيره. المشكله مش في المصاريف كمان، هي المشكله في حاجه ثانيه. المشكله مثلا ان في ممكن التكييفات، في تكييفات في المدرسه وحاجات مجهزه في الكلاس وكده مش بيشغلوها للاطفال، دي حاجه. ثاني حاجة، ابنك في مدرسين ما بيشرحوش، فبالتالي ابنك ممكن يجي مش فاهم. هو مش كل المدرسين، بس كام ستاف كده معين ما بيشرحوش، فابنك بيجي مش فاهم، فتضطري عشان ابنك ينجح لازم تروحي تديه عندهم برايفت او تدي عند حد من اصحابهم، يعني هم مقسمينهم مع بعض كده. تمام. فممكن انت مثلا تفوقي عشان تدي ابنك حصه في كل ماده، تلاقي نفسك بتدفعي 600 جنيه في الاسبوع عشان ابنك ينجح ويطلع من المتفوقين. طب ليه؟ عشان ينجح بقى، عشان يتعلم. طب انا كده كده دافع مصاريف المدرسه اللي هي اوريدي ممكن تكون وصل 20,000 جنيه. طب ماشي. طب يعني طب ليه؟ طب انا ليه يعني ليه ابني ما يفهمش كويس؟ انا دفعت كتير. طب ليه ابني ما يفهمش كويس وانا يعني استفدت بالمصاريف اللي انا دفعتها ليه؟ لا، ما انا بقول لك انت كده هتدفعي عشان ينجح مش عشان يفهم.
بس انا مش عايزه ابني ينجح، انا عايزه ابني يطلع فاهم، عايزاه يطلع، انا عايزاه يطلع حاجه كويسه. انا ما بقولكيش ان ده صح، انا بقولك هو ده الواقع المؤلم عامه. بصي يا مروه، يعني او بطمنك وبطمن كل الساده المشاهدين النهارده، استاذ طارق اخذ كل الشكاوى الخاصه بيكم وهيرجعها بنفسه، فبطمنك. وقصه يا جماعه المدرسه، مدرسه تيمور لو سمحتوا الاداره، انتوا يعني قصه الباص دي ان المشرفه تاخد 50 جنيه في الشهر والسواق 50 جنيه، اما يسيبوا الولد في الشارع، يعني انا مش فاهمه، دي جريمه، ازاي ده يحصل؟ لو الكلام ده طلع صح يعني لازم، معلش فندم اداره المدرسه. لا في نقطه بس يا استاذه مروه، هي الام عاوزه المشرفه تاخد الولد وتطلعه لها تدخله الاسانسير. لا هي بتقول من غير ما ترن عليها وتقول لها الولد تحت انزلي خديه. لازم بترن عليها. ما بترنش عليها خالص. وهي عارفه مواعيد الباص، ما هو كل مدرسه بتدي مواعيد لولي الامر. ابنك هيصل من 2 ل 2 وربع، من 2 ونص. ما فيش مشرفه بتطلع على حد فوق الباص. طيب ما هي عاوزه ترن على الام، عاوزه المشرفه تدخله الاسانسير. لما ما قالتش دخله اسانسير، يعني عاوزه تدخله لباب العماره، ما تسيبوش في الشارع يعني. طب ما انت عارفه ابنك بيجي الساعه كام؟ انت العربيه بتمشي التزريق. وتسيبه الصبح لو ما كان يعني، وتسيبه في الشارع، لا اما تدفع ال 100 جنيه عشان يستنوها. لا هي كانت بتقول كده. هم طبعا ده فارجو بس، معلش يا فندم. لا ده طبعا كلام لا حقيقي. ممكن ما يكونش كل الناس تعمل ده، بس يعني الباص اللي مروه ولاد مروه بيركبوه بيحصل معاك. هنشوف طبعا ده وهبلغ حضرتك زي ما قلت لك. تمام يعني. طيب معانا منى من القاهره. الو. ايوه يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت الكلام اللي حضرتك بتقوليه صحيح، بياخدوا الطلبة المدرسين الجداد ويدوهم 500 جنيه في الشهر وبيقطعوا قلبهم طول الشهر. يا ريت كمان في معاملة حلوة اللي بيبهدلوهم ويهنوهم ويهزقوهم. انت مدرسة يا منى؟ انا بنتي مدرسة. بنتك مدرسة، مالها طيب؟ تشتغل في مدرسة خاصة ولا حكومة ولا ايه؟ مدرسة خاصة. لسه متخرجة السنة اللي فاتت. وبتاخد 500 جنيه في الشهر؟ اهانة على طول وشتيمة قدام العيال. وقدام ال مين اللي بيشتمها؟ استني بس، مين اللي بيشتمها؟ المدير، المدير والمديره مبهدلينها اهانات على طول. وبعدين تخش لا مدام منى، مدام منى لا ثانيه واحده، ثانيه واحده، مدرسه ايه دي اللي المدرسين بيتشتموا فيها؟ انا مش هقدر اقول اسمها، معلش. ليه ما تقدريش تقولي اسمها؟ مش هنجيب اسم البنت، مش عايزين اسم المدرسه. انا اقول لحضرتك عايزين اسم المدرسه. اسم المدرسه يا منى. قعدت ب 3000 جنيه. خايفه تقول الاسم المدرسه. المدرسين الجداد بيكتبوا عليهم بيكتبوا عليهم. طب معلش يا منى قولي لي المدرسه مكانها فين؟ طيب معلش انا هقولك بعد الهوا. مش عايزه، هي مش عايزه تقول، هي خايفه تقول عشان ما يرفدوش البنت. طب ما تقفليش. كاتبين عليها عقد ب 3000 جنيه، ان سبتينا هروح نشتكيكي. غير كمان تخش المدرسه، تخش الفصل مفيش كرسي ومفيش ترابيزه تقعد عليها، ممنوع تتكلم مع صاحبتها في الموبايل، ممنوع تتكلم مع الاهالي. طبيعي. بس هي ممنوع تتكلم في التليفون او مع الاهالي، ده عادي، بس قصه ان هي تتشتم. انا مش فاكره، انا يعني لو مرتبه لحضرتك كنت قلت لك شكاوي كتير. ان جت متاخر ويدوها كمان المرتب نقد، يدوها 500 جنيه، انت اتاخرتي نص ساعه، اتاخرتي 10 ايوه جنيه. حبيبتي الكلام ده طبيعي، بس قصه الاهانه يعني التاخير بيبقى عليه حساب، وان هي تتكلم في التليفون او مع الاهالي ده ممنوع على فكره. بصي البنت بتقولي انا عمري ما اتهنت زي ما اتهنت من المدرسه اللي هي قاعده في دي بقالها شهرين. طب استاذنك معلش ما تقفليش عشان اخد منك اسم المدرسه واسم بنتك. معانا منى. منى تاني، منى من القاهره. ايوه يا فندم. بقول لحضرتك اولا حكايه الباصات دي، انا بتكلم عموما. لازم بتدي فلوس للسواق والمشرفه عشان تخلي بالها من الولاد او ما يحصلش مشكله في الباص، ولا يعني حضرتك قصاد البيت الموضوع ده بيبقى فرض يعني على ولي الامر؟ اصل لو انت عايزه تدي له حاجه من نفسك ماشي، بس هو ما يطلبش ويشترط عليكي ان هو لو ما خدش الفلوس دي السواق ولا المشرفه يبقى يسيب الواد في الشارع، ويعني ما ينفعش. بقول لحضرتك ايه، في دلوقتي هل ينفع ان مثلا طفل بتاع ابتدائي ياخد دروس من هو في ابتدائي؟ ينفع ده؟ لا ما ينفعش، ولا في اعدادي. لا للاسف بقى المدارس، مدرسه مش هقول لك اسمها على الهوا لاني برضو خايف انا على احفادي يعني. هقول لك انا مدرسه كبيره وتحت اشراف الحكومه عشان خاطر هي خاصه. مدرسه خاصه؟ نعم مدرسه خاصه. مدرسه خاصه في مصر الجديده. في مصر انا هقول لكم على الكلام ده، وبعدين ممكن حضرتك اقول لك اسم مدرسه في تحت اشراف الحكومه، يعني محطوطه تحت اشراف المالي والاداري يعني. دلوقتي مدرسه واصلا هي تبع الاخوان. أيوة. وحطوا اشراف عليها، بس انا مش مدرسه 30 يونيو. انت مش عايزه تقولي اسم المدرسه. ثانيه ابتدائي ياخد دروس في كل حاجه، وثالثه ورابعه، يعني بقى لهم كام سنه بياخدوا دروس؟ واحده في سته، واحد في خمسه. اسالها اجبار ولا كل المواد؟
اجبار عليها تاخد دروس ولا ولا يعني دلوقتي استاذ بدوي عنده استفسار يا مدام منى، اجبار عليه تاخد الاطفال ياخدوا درس عشان ينجحوا ولا ده ايه؟ بصي هقول لحضرتك، ولا صعبه المناهج عليهم؟ بصي لا، هي حكايه ان هم ما يعني ما بيشرحوش في الفصول عدل زي الناس، يعني ما بيشرحوش، بياخدوا دروس. اي يعني هم المدرسين ما بيشرحوش في الفصل يعني عشان يجبروا الطفل انه ياخد يعني درس. هقول لحضرتك حاجه، هم هياخدوا دروس ليه؟ يعني عقليها كده، ياخدوا دروس ليه؟ طب لا ليه دي ولي الامر اللي بيسعى للدروس؟ عاوز يحسن مستوى ابنه وعاوز ابنه يطلع الاول. ولي الامر ازاي بتتكلم؟ انا كنت في التربيه والتعليم قبل كده. طيب. وعارفه كويس قوي المدرسه لما بتشرح بضمير في الفصل الولاد بيبقوا اهاليهم مثلا لو حاجه مش فاهمينها لكن ما يتبقاش انها كده يعني كله. طب الدروس دي كانت قبل المدرسه حطوا اشرف المال الاداري ولا الكلام ده؟ يا استاذه منى دلوقتي الاستاذ بدوي بيسال حضرتك، هل الدروس دي كانت قبل المدرسه ما تخضع للاشراف المالي ولا بعد؟ هم لسه اصلهم يعني واحد في خمسه وسته يعني ما هيش بقالها قد ايه المدرسه تحت الاشراف من ساعه الثوره وكده اهوت يعني بعد لما اكتشفت طيب المدرسه خمسة. تحت الاخوان يعني قبل. طبعا هنتابع ده. طب معلش يا مدام منى لو سمحتي بس ما تقفليش لان الاستاذ طارق عايز برضو ياخد اسم المدرسه لان الناس خايفه تقول اسامي المدارس عشان ولادها واحفادها ما طيب واحنا خدنا تليفونك يعني بس ما تقفليش معانا. اسماء من القاهره. اسماء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. بصي يا ابني انا مشكلتي ان ولادي الاثنين في مدرسه حكومي. مشكله ايه يا فندم؟ مشكلتي ان ولادي الاثنين في مدرسه حكومي مش في خاصه، بس المشكله معايا ان انا عشان انا منفصله من باباهم مشكلتي الروتين بقى، ان انا جيت انقلهم نقلت من المكان اللي انا فيه المدرسه، جيت انقلهم مش عارفه انقلهم دلوقتي بقى لهم سنتين منقطعين عن الدراسه. مش عارفه كل ما اجي انقلهم يقولوا لازم يا باباهم اللي ينقلوا، ولي الامر هو الوالد الطبيعي للطفل هو اللي ينقله. طب لازم هو مش عايز مباشره عامه لخدمه المدرسه. اسمعيني كده يا مدام اسماء، الاستاذ طارق معاكي بس هيقولك تتوجهي فين. اتفضلي يا استاذ طارق. استاذه اسماء حضرتك تتوجهي للاداره العامه لخدمه المواطنين في ديوان عام الوزاره، تتقدمي بالمستندات اللي معاكي وهيتخذ الاجراء فورا لانه ما فيش حد يقبل ان اولادنا ما يكونوش في مدارس بالمره تحت اي ظرف من الظروف. شكرا مدام اسماء. طيب استاذ طارق انا دلوقتي الموضوع برضو فيه كانت شكوتين وخايفين يقولوا، انا برضو عايزه اتكلم تاني على قصه المدرس. هل ده يعني وضع عادي بالنسبه ان يقول لك اصل انت شغال في مكان خاص او في مدرسه خاصه فتخضع لمثل هذه التصرفات؟ لا طبعا ده مرفوض على كل المستويات، على كل المستويات مرفوض. انه اللي بيعمل العمل نوع من انواع العباده وكفاح، ما ينفعش ان اللي بيذهب لمكان يعمل فيه ايا مكان نوع العمل انه يتعرض لاي حاجه تقلل من كرامته او مجرد انها تخدش هذه الكرامه. ده موضوع كلنا متفقين عليه واعتقد ان المواثيق الدوليه كلها بترفض ده. تمام. لما بيثبت ده برضو احنا بنتعامل معاه ده، وكان عندنا حاله في احد المدارس في المقطم وتعاملنا مع الموقف بشكل فوري. وعايز اقول لحضرتك انه مشكلتنا استهانتنا بانفسنا، احنا لازم كل حد فينا يلاقي نفسه معرض لاي ضغوط لازم يشتكي. وعندنا وسائل كتيره جدا جدا للتعامل، عنده الاداره التعليميه، عنده المديريه، عنده الوزاره، كل الاجهزه. ما فيش جهاز من هذه الاجهزه بيتوانى عن انه يبحث اي شكوى ترد اليه. طيب انا بقى عايزه اتكلم مع حضرتك استاذ بدوي في موضوع الدروس. انا دلوقتي هو الدروس موجوده في كله، يعني الدروس احنا عندنا مرض في المجتمع اسمه الدروس بالزبط. في الجامعه بقى، في الجامعه حتى دلوقتي الولاد بياخدوا دروس للاسف. بس انا يعني الدروس دي علشان كذا حاجه، علشان احنا عندنا ثقافه ان الولد لو ما خدش درس هيسقط، علشان انا دلوقتي المدرس بيستسهل في احيان كتير فبيقول لك لا انا اشرح في الفصل لما هشرح في المجموعه ولا الدرس واخد فلوس اكتر، علشان كمان ان انا يعني
الاداره نفسها بتبقى سايبه المدرس اللي ما بيشرحش لما انا اروح يعني اشتكي واقول مدرس ده ما بيشرحش، حاضر هنتصرف، وما لا حد بيتصرف ولا يعمل حاجه. طب انا احل المشكله دي ازاي؟ انا مودي اولادي مدرسه خاصه علشان يتعلموا كويس، وما اضطرش ان انا ادفع 10,000 جنيه وادفع دروس يا فندم، ما ده حرام برضه. كلام مظبوط، كلام حضرتك مظبوط. طب يتحل ازاي؟ هل في اشراف بقى على تغيير مناهج؟ هل في خطه؟ هل في اليه للتعامل مع ده؟ الكلام ده في المدارس الخاصه قليل جدا، ولو كان كتير بيبقى بسبب ولي الامر. بسبب ولي الامر؟ هو اللي عايز يدفع يعني؟ بالظبط كده، بيجي ولي الامر لو بتساليه ابنك بتشرح له الدروس في المدرسه، انت من حقك لو ابنك ما فهمش الدرس من المدرس ايا كان تتصل باداره المدرسه ان ابني ما شرحلوش الدرس ده. في المدرسه الخاصه هيتعاد مره واثنين وثلاثه، مش مره واحده بس. لكن هو بيريح دماغه والولد بيشتكي له يلا خد درس. فبقى واجهه اجتماعيه. الدروس دي ما زادتش على فكره اكتر الا من بعد اللي هو الثوره اللي حصلت في مصر. لكن قبل كده ما كانتش بالكم الهائل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. النهارده في اولى ابتدائي بتشتكي بتقول اولى وثانيه وثالثه ورابعه بياخد في كل المواد. طب انا كولي امر مودي ابني مدرسه خاصه ليه؟ اذا كنت انا بدفع مصاريف المدرسه خاصه عشان ما اديش دروس خصوصيه. يبقى اولى انقله مدرسه حكوميه. لكن هو اللي بيتهاون في حق ولي الامر. طب من حق ولي الامر يلجا لاداره المدرسه ويقول لهم ابني مش فاهم في اللغه العربيه. طيب بمناسبه بقى الوجاهه، وانا عايز اسال برضو استاذ طارق سؤال علشان برضو احنا فتحنا قصه كده. انا يعني الحقيقه مستاءه جدا، انا عارفه المدرسه الخاصه ليها نظام معين وليها كذا، بس فعلا انا مستاءه جدا من قصه ايه، ان انا بفرق دلوقتي عندي المدرسه الحكومه دي يعني وحشه، يعني لازم الولاد ياخدوا دروس، يعني لازم مش عارف ايه، انما المدرسه الخاصه. هو انا ما ينفعش اوزن الموضوع ده شويه يا فندم؟ ما هو في ناس ما تقدرش تدفع ال 3000 ولا 4000 جنيه تمام، وعايزه اولادها يتعلموا كويس، وعايزاهم يتعلموا تعليم ادمي من غير مطاوي في المدارس ومن غير الفاظ ومن غير الكلام ده، اعمل ايه؟ خليني اقول لحضرتك انه بالفعل وزاره التربيه والتعليم بدات فعليا في مجابهة هذا الأمر على عدة أصعدة. أولها أنه توفير الأماكن للطلاب، وهو المشروع اللي قايم عليه وزارة التربية والتعليم دلوقتي أن احنا نوفر أماكن لكل أولادنا، أماكن تليق بمستوى التعليم. على الصعيد الآخر موضوع المناهج، احنا عندنا حوار مجتمعي في مؤتمر للحوار المجتمعي حول المناهج التعليمية بتنظم وزارة التربية والتعليم تحت إشراف السيد رئيس الوزراء، موجود في المدينة التعليمية في اكتوبر يوم 21 و22 نوفمبر. بنناقش فيه كل المعوقات اللي بتواجه العملية التعليمية واللي بتواجه مناهجنا حتى يمكن ان احنا نصل لمستوى يليق باسم بلدنا في المناهج التعليمية اللي كلنا تقريبا بنشتكي منها، بالرغم من انه لما تم مضاهات هذه المناهج بمناهج اخرى تبين انها تفي بالغرض وتزيد. يبقى انا عندي مشكله في طريقه التدريس. فانا بقول لحضرتك انه فعلا احنا وزاره التربيه والتعليم بتعمل على ده بشكل قوي جدا وسريع، وان شاء الله تعالى تبان اثاره في فتره قريبه. لكن خلينا اقول لحضرتك ان احنا بنتكلم على اجيال، مش بنتكلم على انه فتره قريبه بمعنى يوم واثنين وسنه واثنين. بس احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم برضو في الموضوع ده يا استاذ طارق، بس ما كناش خدنا خطوات عمليه، حاسين بالخطوره دي، ما كناش خدنا خطوات عمليه. لكن الخطه اللي موضوعه دلوقتي اللي فعلا بتنفذ على ارض الواقع اعتقد ان فيها خطوات عمليه جيده وسريعه، وهيبان اثرها في المجتمع قريبا باذن الله. طيب ناخد ماجده معنا. ماجده من القاهره. ايوه صباح الخير يا فندم. صباح النور، اتفضلي. بصي حضرتك انا مش وليه امر، بس انا محتكه بالناس كتير جدا، بس عايزه اقول لحضرتك حاجه بس مهمه. يعني شكرا لضيوفك الكرام دول، بس في مافيا جوه في الاساتذه حتى في التحويلات. يعني انا عندي زميل ليا حول لابنه بالظبط من المعادي، من مدرسه اللي هي الازهري للمدرسه المعادي الجديده، كله بيدفع من 700 جنيه ل 800 جنيه اقصى حاجه. يوم ما عملنا يعني استغاثه وتحيلنا وكده دفع 300 جنيه، هو موافق يدفع 300 جنيه، بس 300 جنيه دول راحوا في جيب مين؟ لا معلش، هو دفع 300 جنيه ليه؟ عشان المدرسه تقبله تحويل. وبعدين هم ثلاث اربع شبكه مدرسين كده قاعدين بياخدوا الفلوس من غير ماجده حاولي تكلمينا تاني بعد اذنك عشان افهم بس. احنا معانا تليفون هدى من الجيزه. الو، طب حاولي تكلمينا تاني يا هدى، الخط قطع. هدى، طب هدى معانا، اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا هدى، اتفضلي.
من فضلك، انا كنت بشتكي من مدرسه بتضطهد ابني، والعقاب بتاعها بيبقى عقاب شديد، حتى يعني بيبقى اكتر من الذنب او الغلط اللي الولد ارتكبه. طيب يعني مدرسه يعني ايه الولد في سنه كام؟ ايه التفاصيل؟ ايه مش فاهم. الولد في تانية ابتدائي. تانية ابتدائي تمام. وهي مضطهده. مدرسه خاصه؟ مدرسه قوميه. مدرسه ايه؟ مدرسه ايه؟ 6 اكتوبر القوميه. 6 اكتوبر القوميه. بتضطهد طفل في تانية ابتدائي ليه يا مدام هدى؟ غلطه ابني، يعني اقرب موقف ان ابني طلع على الحصه اللي بعد البريك متاخر. ما طلعش مع لاين البريك وبيطلع متاخر. عملت له ايه؟ بصي العقاب حضرتك، حرمان من البي اي، حرمان من الاكتيفيتي، يتذنب بعد الحصه الخامسه لاخر اليوم ورا في اخر الكلاس، حرمان من البريك طول الاسبوع. مفيش حد بيحاسبها؟ انت ما اشتكيتيش؟ اشتكيت مرارا وتكرارا. انا بشتكي بقالي من السنه اللي فاتت، انا بشتكي من ساعه ما كانت هي مدرسه كي جي 2 بتعامله معامله سيئه، ومن اول ما كانت هي عمرها تبقى من كي جي 2 لتطلع تاني ابتدائي. ولما واجهتها تقول لي لا ما بيحصلش، قلت لها طب اقنعيني ان الطفل في كي جي 2 يجي يقول لي ده الميس بتقول لي ستاند زير اد. هي نفس المدرسه اللي كانت بتدرس له في كي جي 2 بتدرس له في ثانيه ابتدائي؟ طلعت معاهم في البرايمري. طلعت معاه ايه في البرايمري؟ برايمري. ايوه. هو مش المفروض يا فندم ان مدرسه رياض الاطفال حاجه؟ ازاي رياض الاطفال حاجه والبرايمري حاجه يا هدى؟ ما ينفعش المدرسه نفسها تدرس هي رياض اطفال تدرس ابتدائي. والله هو ده اللي بيحصل في مدرستنا. لا هي قوميه مش وانا بتكلم في نقطه ثانيه غير ان هي ان دي غلطه من المدرسه، ان انت عندك مشكله ان طفل في السن ده ما ينفعش تتعامل معاه كده. ده انا عندي يعني من ضمن التاهيل، ومعلش انا اسفه يعني، هو من ضمن التاهيل ان انت حتى لو الطفل واقف بيتكلم قدامك كلام انت شايفاه كلام فاضي ما تقاطعيهوش، استني لما يخلص كلامه خالص وبعدين تقولي له اللي انت عايزاه. انما وقف الطفل واحرمه من حصه الالعاب واحرمه من اللي هو يخرج فسحه لمده اسبوع، انت بتعذبيه؟ وانا مش فاهمه يعني وين الجرم اللي ارتكبه؟ نعرف بس اسم الولد يعني؟ اسم الولد او اسم المدرسه. طب يا هدى لو سمحتي انا عايزه اسم الولد واسم المدرسه، من فضلك حاولي تتصلي بيهم تاني بزملائي بعد اذنك. طب معانا فوزي من الجيزه. صباح الخير. صباح النور يا استاذ فوزي. اهلا بيك واهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل. انا عايز اتكلم عن مشكله مع بنتي حصلت امبارح. مدرسه خاصه يا فندم؟ انا خاصه بس تبع الاداره. مدرسه؟ ايوه مدرسه خاصه يعني. ايوه. بنتي في سنه رابعه ابتدائي. في سنه رابعه؟ ايوه. في سنه رابعه. المدرسه دي المفروض ان هي مدرسه راهبات. راهبات؟ وجاتي مدرسه راهبات. اللي فين؟ فين انهي راهبات دي؟ المرد ديو في اسكندريه. مرد ديو اللي في اسكندريه؟ في اسكندريه اللي ببور الميه. عارفاه يعني، المفروض ان دي مدرسه كويسه يعني. ايه المشكله اللي حصلت؟ المشكله مدرسه الدراسات الاجتماعيه. بنتي جت امبارح نسيت الكراسه اللي فيها الواجب بتاعها، فسالتها قالت لها عملت الواجب؟ قالت لها عملته. قالت لها طب هاتي الكراسه، فما لقتش الكراسه معاها. قالت لها انت بتكذبي. العقاب كان شديد بطريقه، وعلى فكره هي بتدي دروس خصوصيه فعشان كده بتضطهد البنت. يعني انا بتكلم بخصوص النقطه دي بقى. بخصوص العقاب كان شديد. هي بتدي دروس خصوصيه فبنتي ما بتاخدش عندها درس خصوصي. عملت لها ايه فن؟ عقاب شديد. قالت لها انت مخصوم منك 10 درجات. طبعا بهدلتها قدام دي في رابعه ابتدائي بنت، يعني برضه بنت بتبقى عارفه بيبقوا رقاق شويه البنات، ما بيبقوش. طبعا بهدلتها قدام زمايلها في الفصل. شهدت كل زمايلها وعقبتها ساعتين ولا المده اللي قعدتها موقفاها على رجليها، وراحت كلمت لها السير الرهبه. طبعا السير دي بالنسبه لهم في الراهبات بيبقوا مشددين عليهم. خليك معايا يا استاذ فوزي. خليك معايا دقيقه واحده يا استاذ فوزي. استاذ طارق عنده مدرسه مين؟ اسمها ايه المدرسه دي؟ اسمها بسنت يا فندم. بسنت. طيب بنت في رابعه ابتدائي واقفه لمده ساعتين على رجليها وبتتعاقب وبتتهان قدام زمايلها علشان نسيت الكراسه بتاعت الواجب. وبالاضافه راحت طبعا راحت كلمت السير وقالت لها ان هي بتكذب وقالت عامله الواجب وهي مش عامله الواجب. حتى لو مش عامله الواجب هو اللي حاصل ان مامتها كمان عامله الواجب ومامتها مأكده عليها بكده، بس للاسف هي سابت الكراسه بتاعتها على ال. طب نسيت الكراسه في طبعا اكيد في ثواب وعقاب في المدارس، بس ما وقفش البنت على رجليها وما ينفعش اهزقها وما ينفعش يعني العبس بنفسيه الاطفال. هو ما اشتكاش لاداره المدرسه؟ الاستاذ بدوي بيقول لك انت ما اشتكيتش الاداره؟
إدارة المدرسة. أنا النهاردة لسه كنت بتكلم عشان أعرف أروح فين، فقالوا لي روح للأستاذ عادل حسين في وكيل إدارة التعليم الخاص في إدارة وسط. أيوة. على قبل الإدارة روح المدرسة أول اتخذت إجراء ولا لا مع المدرسة؟ يعني قبل خد الخطوات سليمة، أروح لإدارة المدرسة نفسها شو وأقدم الشكوى، ردوا عليا واتخذوا إجراء ولا لا؟ أروح الإدارة التعليمية بعد طيب كده. طيب عموما شكوتك وصلت وطبعا يعني ضيوفي أكيد هينقلوها للمسؤولين. طيب المدرسة اسمها باسنت مدرسة ميردجيو في اسكندرية. طيب معانا داليا. داليا مساء الخير. أهلا يا داليا، اتفضلي. بصي انا عندي شكوتين. اول حاجه انتوا بتتكلموا على زياده المصاريف، طب ما في مدارس وصلت ل 16000. 16000 مدارس خاصه؟ اه مدارس خاصه وصلت ل 16000، والمفروض ان البيبي يدخل بيبي كلاس عندهم عشان يدخل كيجي. ده ازاي؟ معلش دي حاجه تمام. انا اتمنى ان الموضوع بس يبقى فيه حل، ان انا كولية امر بودي ابني طفل لسه صغير مدرسه ايه طيب هدخله بيبي كلاس لازم عشان يدخل كيجي هناك. المدرسة اسمها ايه؟ نعم؟ المدرسة اسمها ايه؟ اسمها روتس. روتس؟ في مدينة نصر. مظبوط. تمام؟ طيب. تاني حاجة أنا كنت مدرسة على فكرة، كنت شغالة في ضمن من المدارس زي دي. أنا مشيت من المدرسة عشان أنا مش عايزة أدي دروس، عشان الإدارة بتلزمني إن أنا أدي دروس. يعني إيه الإدارة بتلزمك إنك تدي دروس؟ يعني احنا مش هنشرح فممكن ندي دروس عشان الطلبه تفهم، وبرغم ان الطلبه دي ابتدائي. يعني اداره المدرسه بتطلب منها كده؟ مدرسه خاصه؟ مدرسه خاصه. بتطلب منك ان انت ما تشرحيش في الفصل عشان تدي دروس؟ لا ما اشرحش بضمير قوي حضرتك، وانا مدرسه كمدرسه شايفه ان انا الماده بتاعتي مش محتاجه ان انا ادي فيها الطلبه الكلام ده خالص. انت كنت في مدرسه ايه؟ بتدرسي فين؟ لا ممكن اقول لك بقى مش في الهواء. طب ليه انت لسه هناك؟ عندي اطفال فيها فمش هينفع. طيب روتس. بس ما تقفليش. طيب اوكي طيب شكرا يا داليا. رأفت صباح الخير. صباح النور يا فندم. بحيي حضرتك ودود حضرتك الكرام. شكرا ليك يا فندم. ربنا يعزك يا فندم. بص حضرتك كان عندي مشكله، انا بقالي سنتين بالظبط بعاني في تحويل اولادي. يعني انا بحولهم من مدرسه ازهري لغات لمدرسه تجريبي. واخد بال حضرتك يا فندم؟ وكل من ازهري لتجريبي من ازهري لغات لتجريبي. طبعا بحول لهم عشان الظروف الاقتصاديه اللي عندي ملخبطه شويه. هو الازهر المدرسه الازهري تبع حضراتكم؟ لا 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 انا المشكله مش في الازهر. المشكله في الازهر المشكله في الاداره التعليميه بتاعتي عشان عندهم العدد قليل كثافات كبيره في التجربه. طبعا حضرتك يعني كل ما اروح مدرسه يقولوا لي يعني الاول قالوا لي لازم اعمل لهم لازم مناظره سن، وبعد كده قعدت فتره عشان اشوف مناظره سن، وبعد كده مناظره سن اتلغت. هذا بقى لحضرتك. وبعد كده قالوا لي لا ده الكثافه. هذا بقى لحضرتك. فانا مش عارف يعني انا اخوهم الصغير في مدرسه تجريبي في ميدان المحكمه اللي هي مدرسه يوسف السباعي. فانا عاوز اعمل لمه اسره يعني عشان الولاد كده يعني مدرستهم بعيده وانا قاعد في مصر الجديده. طيب هي القصه دي لها علاقه بالكثافه ولا نوضح؟ لها علاقه بالكثافه. لها علاقه بالكثافه في المدارس التجريبيه، لانه في الازهر الناس لما بتحاول او المدارس التجريبيه عموما كثافه فيها في مصر عاليه جدا، وعندنا مشكله كبيره في موضوع الكثافه فيها. بنحاول نتغلب عليها، وزي ما قلت لحضرتك ان احنا عندنا خطوات جاده في التغلب على الكثافه بانشاء فصول والمشروع القومي للمشاركه مع القطاع الخاص في بناء المدارس. طيب محمد معنا، محمد من الجيزه. الو الو اي فندم اتفضل. صباح الخير، كنت عايز اكلم البرنامج صلاح دريد. اي فندم سامعينك انت على الهوا، وطي التلفزيون يا استاذ محمد. اسمعنا كويس انت على الهوا اتفضل. ايوه مع حضرتك يا فندم. اتفضل. دلوقتي احنا جينا نتقدم لابني في مدرسه، وبعدين قعدنا نتفرج. المهم رحنا مدرسه اسمها بيراميدز في المريوطيه. اسمها ايه؟ بيراميدز. تمام. في المريوطيه اللغات هي. فرجونا على المدرسه وعلى الفصول والملاعب وبتاع، وحاجه كويسه قوي 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 قوي. عظيم. ايه ابني دخل بعد كده ورحت عشان بقى نشوف طلباتهم ايه اللي هي اللي بيطلبوها اول السنه دي. السبلايز. لقيتهم حاطينه في مبنى ملحق تاني. فصول صغيرة ما فيهاش تكييفات زي اللي شفناها، ما فيش ملاعب، بيرات المية عاملة متر في متر على السلم. يعني هم فرجوك على مكان تماماً. استنى بس يا أستاذ محمد، هم فرجوك على مكان وقعدوا الولد في مدرسة في مكان تاني؟ السنة دي ولا في مكان تاني؟ مبنى ملحق بالمدرسة. لا دي مدرسة ودي مدرسة، مدرستين.
مدرستين هم فرقوا على واحدة؟ لا هي مدرسة واحدة. أنا قدمت في مدرسة واحدة ورحنا وقعدنا. بيراميدز مدرسة وابنك راح فيها تاني مدرسة. هم بس جنب بعض. ما فرجوهوش على المدرسة. لا يا فندم هي مدرسة واحدة يا فندم وخدين صور مدرسة من مدرسة اسمها سانت كاترين وعملوا باب عليها يدخلوا منها الطلبة. مش دي مدرسة ودي مدرسة. طيب. لا معلش أنا حضرتك أنا راجل مهندس وعارف أنا بتكلم أنا بقول إيه. الموضوع اتعرض عليا في اللجنة. مش مهندس. والاهالي ورحنا لمديريه التعليم ورحنا حاولنا الوزاره ما عرفوش نقابل الاستاذ طارق قالوا لنا لا بتاع التعليم الخاص. طيب استاذ طارق بيقول لك ما عرفش يقابلني ازاي. ما عرفش استاذ طارق معاك اهو على التليفون. اتفضل قول له انت عايز. انا مكتبي مفتوح على طول بالمناسبه. ايوه ما عرفناش نقابلك يا فندم. انا دلوقتي انا شغلي في شرم الشيخ مش هنزل من شرم الشيخ عشان اقابل حضرتك. لا يا فندم ما حدش قال ان حضرتك تنزل من شرم الشيخ عشان تقابلني. بس حضرتك كتبت ده عندنا في الوزاره؟ كتب وقدمنا شكوى في مديرية الجيزة في دكتور الأمارة اللي هناك اللي ماسكة دكتورة واخدة دكتوراه. اه دكتورة أبو سيدة كشري. وقال هنحولها على الوزارة التعليم الخاص وده الموضوع ده عند الأستاذ طارق. طيب استاذ طارق احنا هنعمل ايه مع الاستاذ محمد ده؟ في كده حصل تحايل من قبل المدرسه. هنشوف ده طبعا. لا مرفوض تماما التحايل. خلينا نقول بس انه انا هتواصل مع الدكتوره ابو سينا واشوف الشكوى اجيبها ونتعامل معاها اذا لم تكن هي تعاملت معها. بس انا اعتقد انها زمانها تعاملت معها. تعرضت علينا في لجنه ده التعامل. اكيد يعني تعرضت على حضراتكم المشكله. تعرضت في لجنه التعامل الخاص بالمديريه الموضوع ده. وايه اللي تم فيه؟ وبعض اولياء امور قالوا لا لان هو اصلا المشكله عند اولياء الامور اللي بيقول لك انه بينهم باب المدرستين. الباب ده ده لاداره المدرسه بتدخل منه. يعني إدارة المدرسة هم المدرستين ملك واحد صاحب المدرسة شخصية الاعتبارية الملكة المدرستين واحدة. دي لها مصاريف ودي لها مصاريف. أيوة هم فرجوه على واحدة وودوا الولد في التانية. هم لا هم الاثنين يعني في محيط واحد. أيوة هو بيقول أيوه. إن مش دي الخدمات اللي اتوعد بيها في المدرسة بعد ما سور حديدي بين الاثنين. كل اللي اتعمل هم عم المدرسة عملت باب علشان إدارة المدرسة تقدر تنتقل من هنا لهنا. لان في اداره مشتركه بينهم. تمام. فهو تمام. مش متفق ان هو مع الاداره ان هو يودي الولد في دي. هو المفروض ان هو يدخل واحده تانية اللي هو اتفرج عليها في الاول. هي نفس المدرسه بس هو كان اعتراض اولياء الامور قالوا ان في حمامات اولادنا بينزلوا بدرجتين ليها. دي هي قد هذه المشكله. خلينا نستاذن حضرتك وناخد رقم تليفونه. يسيب لنا رقم تليفونه اذا كان لسه معانا اذا كان انهى. انا هتواصل مع الدكتوره ابو سينا. طب ثانيه واحده اللي هم بس بيبلغوني على حاجه دلوقتي. استاذ محمد مش راضي يسيب رقم وانا مش عارفه حضرتك ليه مش هحل مشكلتك ازاي لما حضرتك مش راضي تسيب الرقم. طيب معانا عزت من القاهره. انا مش فاهمه برضو دي علامه استفهام يعني. استاذ عزت معانا؟ ايوه اتفضل يا فندم. صباح الخير استاذه مها. صباح النور. تحياتي لحضرتك ولضيوفك. اهلا بيك. الموضوع مهم جدا اللي انتم بتناقشوه لانه التعليم احد اهم اهداف التنميه المستدامه اللي هي كل العالم متفق على ان التعليم هو الاولويه. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عليها في نقط سريعه بس. اتفضل. احنا ايه اللي احنا بنعمله وانت عندك الجهه الحكوميه والجهه اللي هي خاصه يبقى عندك على الاقل جهتين مشاركين في العمليه التعليميه عشان نرتقي بترتيبنا وتصنيفنا على المستوى العالمي. دي اول سؤال. السؤال الثاني لو انا النهارده بزود المصروفات مين اللي عليه ان هو يتحمل اللي هو قيمه التضخم او الانخفاض في قيمه الجنيه؟ هل ولي الامر؟ هل صاحب المدرسه الخاصه ولا الوزاره ولا هما ثلاثه مع بعض؟ وازاي احنا بنحدد المصروفات؟ بناء على ايه احنا بنحدد المصروفات؟ انا على ايامنا لما كان عندي ولاد في المدارس كنت بدفع 40 جنيه في احسن مدرسه خاصه بدفع 40 جنيه في السنه. سنه كام ده؟ معلش مش هقول لك مش هقول لك عشان ما اكشفش على سني يا مها. عشان ما اكشفش على سني. على سنك؟ لا ما هتقول لي سنه كام يا استاذ عزت؟ يعني بنتكلم في الثمانينات وفي السبعينات كنا بنتكلم في 40 جنيه. السبعينات بقى. في السبعينات بقى مش في الثمانينات. عشان في الثمانينات ما كانتش ب 40 جنيه. كانت وصلت 100 وشويه. الثمانينات كانت وصلت 100 وشويه. 150 وشويه. السنه. وبعدين هو حضرتك اللي هو ممثل المدارس الخاصه يقدر ينفي الكلام ده او يقول. لا صح. الحاجه الثالثه اللي احنا بنتكلم عليها في الدروس الخصوصيه والضيف حضرتك الكريم بيتكلم عليها ان هي ابتدت وزادت قوي بعد الثوره. ايه علاقه الثوره بالدروس الخصوصيه؟ المرحوم الاستاذ دكتور حسين كامل بهاء الدين
هو كان احد اهم وزراء التربيه والتعليم في مصر، واللي هو تصدى لاباطره الدروس الخصوصيه، وده برضو كان من زمان في الثمانينات ياماها، يعني بلاش السبعينات. فاحنا بنتكلم على انه امتى نتخلص من التعليم الموازي اللي هو السنترز او اذا كانت دروس الخصوصيه. احنا فاتحين مدارس ليه؟ عشان الطلبه تروح وما تاخدش تعليم. طب وزاره التربيه والتعليم دورها ايه؟ ما خلاص نعمل التعليم بقى قطاع خاص ونخلص ونخلي الكلام كله ان هو كل مدرسه تعمل اللي هي عايزاه. وكلامي اللي هو ضيف حضرتك اللي هو ممثل المدارس الخاصه، ازاي انت ما تقدرش تسيطر على المدرس اللي عند حضرتك وانت بتديله ماهيه كويسه جدا تخليه وتمنعه؟ زي ما كان زمان كان ممنوع على اي مدرس او مدرسه في المدارس الخاصه ان هي تدي دروس خصوصيه، ولو هو ما بيعمل ده وبيخالف تعليمات المدرسه كان بيبعد عن المدرسه. احنا مش عارفين ليه. اولا ازاي بقى هنرتقي في التصنيف العالمي؟ ازاي هنحل بقى مشكله التعليم ده؟ علشان هو التعليم ده اهم حاجه في البلد. ازاي هنخلص من الامراض اللي هي موجوده بالنسبه للتعليم؟ يعني ايه احنا مش عارفين نتخلص من الدروس الخصوصيه ليه؟ في ايه؟ هو التعليم في المدارس ولا التعليم خارج المدارس؟ شكرا يا استاذ معا. شكرا يا استاذ عز. طيب استاذ طارق نرد بقى على التساؤلات استاذ عز. وطبعا استاذ عزت مشكورا حط ايدينا على النقاط اللي احنا بنجتهد تماما في وزاره التربيه والتعليم في التعامل معها. لكن خليني اقول لحضرتك انه التصنيف العالمي ارتباطه الاكبر بالابحاث العلميه. التصنيف العالمي كله بيرتبط اكتر بالابحاث العلميه اكتر من التعليم القبل الجامعي. كويس قوي. احنا كنا بنناقش الاسبوع اللي فات قصه ليها علاقه بالبحث العلمي، وقلنا ان هو لازم يرتبط ارتباط وثيق بالتعليم الاساسي ما قبل الجامعي. تمام. لان ده هينهض بالتعليم. انا ده اللي هيوصل المنتج. ده اللي هيوصل المنتج. ولا ما ينفعش افصل البحث العلمي عن اي حاجه بتحصل في ده اللي هيوصل المنتج. ولا زراعه ولا تعليم ولا صحه ولا حاجه. تمام. فدي حاجه من الاساسيات، فما ينفعش اقول ده بحث علمي فيقعد على جنب في لا لا خالص خالص. انا بقول لحضرتك بس انه التصنيف ارتباطه الاساسي في الناتج العلمي. في الناتج مش في البداية، لكن التعليم القبلي الجامعي ده هو البداية اللي بتوصل للبحث العلمي. طب هو ليه ما يبقاش يعني ان انا اعمل ابحاث على ان انا انهض بالتعليم في البداية؟ ليه ما وصلهوش من الاول يعني؟ لا ما هو انا قلت لحضرتك ان احنا عندنا دلوقتي تطوير للمناهج شغالين عليه، لانه خليني اقول لحضرتك ان رفع مستوى التعليم بيبدأ بالمنهج والمعلم. واخد بال حضرتك؟ وانا برضو مش متخصص في هذا المجال، لكن بقول لحضرتك اللي انا عارفه يقينا من قراءاتي ومن متابعاتي. فموضوع التصنيف العالمي ده احنا عندنا امال كبيره ان شاء الله تعالى ان احنا لما نبتدي في موضوع تطوير المناهج بالتاكيد هنصل ان شاء الله تعالى، لكن لازم يكون عندنا خطوات جاده في البدايه، خطوات البدايه تكون جاده ان شاء الله. اتكلم على موضوع كيفيه تحديد المصروفات بتاع المدارس. يبدو ان هو متخصص في المجال التعليمي الاستاذ عزت، لانه عارف تاريخيا المساله بشكل جيد محددها. فتحديد المصروفات زي ما كلنا عارفين ان هي المصروفات دي عباره عن تكلفه تعليم الطالب في المدرسه الخاصه. طيب. وبتحسب باليه كل ما يصرف على الطالب او على العمليه التعليميه داخل المدرسه مضافا اليها ال 15% اللي اتكلم عليها الاستاذ بدوي، اللي هي خاصه بنسبه الربح للشركه القائمه على اداره المدرسه او المالكه للمدرسه. موضوع الدروس الخصوصيه، واحنا كلنا زي ما حضرتك قلتي بقى ان هي افه عندنا كلنا للاسف الشديد. ندعو المولى ان ربنا يوفقنا في اننا ننجح في القضاء عليها بواسطه المتخصصين في المجال التعليمي اللي ان شاء الله يكون عندهم افكار جيده للقضاء على ده. تمام. المتخصصين استاذ بدوي زي مين؟ يعني مين اللي هيشارك في يعني هذه تكمله بس للكلام بتاع الاستاذ طارق. بدا دلوقتي احنا كمدارس خاصه وجمعيه اصحاب المدارس الخاصه اكتشاف الطلبه الموهوبين من مرحله الابتدائيه، واصبح اولاد كتير جدا النهارده في مسابقه اللي بتاع التايمز دي العالميه، وبيدخل فيها الطلبه مصر بتتفوق فيها دلوقتي، وصلنا لمراحل متقدمه فيها. الابتكارات العلميه للاولاد في مرحله ابتدائيه تبهر. في الكمبيوتر تبهر، يعني اصبح النهارده نهضه، ولذلك بقى في كل اداره تعليميه اداره اسمها اداره المبتكرين او الموهوبين. بيكتشفوا في اي مجال يتتبناهم المدرسه الخاصه الى ان يصل. بيعملوا لهم ايه بقى؟ بيقدموا لهم ايه؟ اولا الطالب المبتكر او الموهوب ده بتعمل له خصم في المصروفات المدرسيه عشان يتشجع،
بياخد جوائز من المدرسه, كل بيوفروا الامكانيات اللي هو البحث اللي هو عمله, الاختراع اللي هو عمله. يعني في اولاد صغيرين بيعملوا اختراعات بسيطه جدا. اه طبعا بتوفر كميات الميه اللي هي بتستهلك مننا يوميا. هو انا ممكن استفيد من الاختراعات بتاعه الطلبه دي زي بلاد ما استفادت من ده يا استاذ طارق؟ بالتاكيد. هو بس خليني اقول لحضرتك ان انا لاني مش متخصص في الجزئيه دي من العمل, لكن الاستفادات بالتاكيد قايمه, ووزاره البحث العلمي بتشتغل على ده بشكل جيد ان شاء الله. عموما يعني احنا بس يعني قلنا ان احنا لازم نناقش هذا الموضوع. لسه انا عارفه ان في حضراتكم ناس كتير عندها شويه شكاوى برضو فيما يخص التعليم الخاص, بس انا بعتذر طبعا للساده المشاهدين ما قدروش يوصلوا لنا النهارده, معلش انا مش هقدر اخد تليفونات تانية عشان وقتنا للاسف انتهى. ممكن اديك رقم تليفوني واي حد ليه مشكله في التعليم ياريت. الخاص يكلمني يا ريت. واحنا طبعا بنوعي حضراتكم احنا زي ما عودناكم ان احنا حلقه الوصل ما بينكم وما بين اي مسؤول بيكون معانا هنا في صباح دريم. ومره تانية بعتذر لحضراتكم والناس اللي اتصلت النهارده وقالت اي شكوى احب اطمنهم, يعني ضيوفي الاعزاء اخذوا كل الشكاوى وان شاء الله هتتحل كلها وهنتابعكم وهنقول على الهوا ان شاء الله حل كل هذه المشكلات. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. شكرا طبعا جزيلا. على استقبالكم النهارده لتليفونات الساده المواطنين وحل المشاكل او الوعد بحل المشاكل على الهواء. شكرا جزيلا الاستاذ طارق طلعت مدير عام التعليم الخاص بوزاره التربيه والتعليم. شكرا لحضرتك. بشكر ايضا الاستاذ بدوي علام نائب رئيس جمعيه اصحاب المدارس الخاصه بالجمهوريه. شكرا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من برنامجكم صباح دريم, يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. تابعونا اي وقت على صفحتنا على فيسبوك, نستقبل كل مقترحاتكم وكل طلباتكم, او على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب اعملوا سبسكرايب لدريم تي في تقدروا تشوفونا في اي وقت. غدا ان شاء الله القاكم في تمام التاسعه صباحا حلقه جديده وصباح جديد وصباح دريم, فكونوا على موعد. سلام.